بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى أهله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. طلاب الأعزاء، كل عام وأنتم بخير، ويا رب تكونوا بصحة وسعادة، وكونوا أوشكتم على الانتهاء من مراجعة الأورجانيك، المادة اللي هنمتحنها إن شاء الله يوم الاثنين القادم. ان شاء الله النهارده هناخد ريفيجن سريع، ناخد بس الامتحان هيجي ازاي، وازاي شكل الامتحان، وازاي طريقه الاسئله، وبعض النقط المهمه جدا اللي لازم نعرفها قبل ما نخش الامتحان. ماشي يا شباب؟ اول حاجه عندي، خدنا في الكورس خدنا موضوع اللي هو الاروماتيستي، خدنا انتروداكشن اوف اروماتيستي. الكلام ده طبعا احنا خدناه في اول السنه، من 7/12، بقالنا 4 شهور في الكلام ده قاعدين نتكلم فيه، فإن شاء الله تكون الأمور تمام إن شاء الله معاكم. طيب، بدأنا في الموضوع ده، اتكلمنا طبعا المركب، أما المركب يكون أروماتيك وأنتي أروماتيك، وممكن يكون نوت أروماتيك. قلت بيكون أروماتيك لما تكون الكرايتيريا ديت موجودة فيه، إن هو يكون اس بي 2 هايبرادايزيشن وسايكليك ستراكشر وبلانر وأوبي هوكلز رول. وطبعا أوبي هوكلز رول يعني لازم يحتوي على اود نمبر من الباي بوند، عدد فردي من الباي بوند. وطبعا التفاعلات زي ما احنا خدنا اللي بتتم على الاروماتيك كومباوند زي البنزين بتكون ايه؟ بتكون بتتم بالسبستيوشن رياكشن وليس بالاديشن. يبقى الراجل ده سايكليك بلانر اس بي 2 ويحتوي على اود نمبر من الباي بوند. السؤال في النقطة دي يجي ازاي؟ يجي لك في الام سي كيو، اجيب لك كذا مركب واقول لك اختار لي منهم الاروماتيك، او اختار لي منهم الانتي اروماتيك، بس في الغالب هقول لك اختار لي الاروماتيك. يبقى سيادتك تبص، كلهم هيكونوا سايكليك بلانر اس بي 2، يبقى يكون عندي هيكون الفيصل ان هم هيكون يحتوي على اود نمبر من الباي بوند. اود نمبر من الباي بوند، يبقى عندي بوند عدد العاد باي بوند فرديه، ممكن يكون واحده فقط. ماشي يا شباب؟ وفي عندي شحنه موجبه، بحيث يحصل عملية الريزونانس، بحيث يحصل عملية الايه؟ بحيث يحصل عملية الريزونانس. يعني على سبيل المثال، انا دول كل اللي عندي دولت اروماتيك، حاجة زي السايكلوبروبينايل كاتايون اللي في الآخر ده. الراجل ده بيقول عليه اروماتيك ليه؟ سايكليك وبلانر واس بي 2 هايبرزيشن، وعم يحصل له استابيلايزيشن باي الريزونانس. يعني لو بص في التشارج دي مش موجودة عندي، لو دي مش موجودة الراجل ده مش هيعمل عملية ريزونانس، يبقى ديت اس بي 3 ودي اس بي 2، اس بي 2 يبقى ده الراجل ده بيقول عليه نوت اروماتيك. انما الراجل ده عشان يكون اروماتيك يبقى لازم يكون عندي اود نمبر، ودي واحده زي 3 زي 5 زي 7، اهم حاجه اود نمبر. وفي عندي شحنه موجبه، الشحنه الموجبه دي اللي بتحصل له عمليه الاوفرلاب، يحصل له عمليه الايه؟ الريزونانس. مركب ما دام اروماتيك يبقى لازم استابيلايزد باي الايه يا شباب؟ باي الريزونانس. وده بالمركب الانتي اروماتيك يا دكتور، يحصل له استابيلايزيشن بالريزونانس، بيحصل فيه عمليه الريزونانس، يحصل فيه عمليه الريزونانس زي السايكلوبيوتا دايين. سايكل بيوتا ايه يا شباب؟ السايكل بيوتا ضايقين. الكلام ده اهو خدناه وقتل بحثا. الراجل ده ديت حصل له اوفرلابنج، تيجي هنا يبقى ديت هتطلع فوق، يبقى كده حصل عمليه الايه؟ عمليه الريزونانس. يبقى الريزونانس موجود في الاروماتيك والانتي اروماتيك. ماشي يا شباب؟ الكلام واضح وبسيط، ما تخشش للامتحان الا لما اكون عارف الكلام اللي انا بقوله ده وبذكره. ماشي؟ الامتحان هيجي، لان في عندي الامتحان فيه سؤال ريتن وسؤال ام اس كيو 25 نقطه وسؤال ترو فولس 25 نقطه، فكل هيجي في المنهج، بس اللي بقوله ده ما تخش الامتحان الا لما تكون ركزت فيه وعرفته كويس جدا. طيب زي ما قلت عندي السايكلوبروبينايل كاتايون ده، الراجل ده اللي في جواه باي بوند واحد عدد فردي، وهنا شحنه موجبه، ده بقول عليه اروماتيك، ده ما اقولش عليه اروماتيك. ليه؟ لان ده مش هيحصل له ستابيلايزيشن بالريزن، ده نوت اروماتيك، لان دي اس بي 3. ده الراجل اللي عندي ده مش ده انتي اروماتيك. ليه؟ لان عنده واحد، والباي بوند ديت او النيجاتيف تشارج ديت بتتحسب كانها باي بوند بالظبط، يبقى كده الراجل ده فيه اتنين، يبقى الراجل ده بقول عليه انتي اروماتيك. ده مين اللي في دول اروماتيك؟ اللي هو السايكلوبروبينايل كاتايون. تمام، يبقى ده اللي نحب نعرفه في المحاضره ديت. نيجي بعد كده يا شباب، اتكلمنا على الميكانيزمز بتاعت الالكتروفيليك اروماتيك سبستيتيوشن. اتكلمنا على عندي في الميكانيزم، في عندي سلفونيشن، في عندي نيتريشن، في عندي هالوجينيشن سواء برومينيشن او كلورينيشن، في عندي فريد الكرافت اسايليشن، في عندي فريد الكرافت الكايليشن. السؤال اللي هيجي في الميكانيزمز، في السؤال من 25 درجه في جزئيه بتاعت الميكانيزمات، واحد منهم، هم هيكونوا ثلاثه في الميكانيزمز، واحد منهم يا اما اقول لك قول لي النيتريشن والبنزين، يا اما السلفونيشن، يا اما برومينيشن او كلورينيشن. يعني ثلاثه الميكانيزمز دولت هيجي منهم واحد في الامتحان،
وطبعا الميكانيزم شبه بعض، ما فيش فيه اي تغيير خالص. كل اول حاجه زي ما قلت فورميشن اوف الكتروفايل، بعد كده فورميشن اوف سيجما كومبلكس، بعد كده عندي بخش على الايه ريجين اوف الاروماتيست. يبقى انا قلت عندي سلفونيشن او النيتريشن او فريد الكر او عمليه البرومينيشن او كلورنيشن اللي هي الهالوجينيشن عموما، فريد الكرافت الكايليشن او فريد الكرافت اسايليشن هيجي في الامتحان، بس هيجي ازاي اجيبه لك في الام سي كيو، اجيبه لك في الترو فولس. احنا عارفين فريد الكرافت الكايليشن او اسايليشن لابد من وجود لويس اسيد عشان اعمل فريد الكرافت اسايليشن على البنزين، ماشي يا شباب؟ ده بقى لو عندي انيلين وبعمل عليه فريد الكرافت اسايليشن او الكايليشن زي ما خدنا في الامينز، ده ينفع؟ ما ينفعش، لان الالومنيوم كلورات بيروح يعمل له كومبلكسيشن على اللون بير بتاعه الامينو جروب بتاعه الامينز، ما ينفعش يتم عليه على الانيلين او الامينو كومباوند الاروماتيك، ما ينفعش يتم عليه فريد الكرافت الكايليشن ولا اسايليشن، انما البنزين يتم عليه. وفي وجود مين؟ في وجود اللويس اسيد. في وجود ايه يا شباب؟ اللويس اسيد. انا كده بتعرض لنقط حقيقيه في الاسئله اللي هي ترو فولس، والاسئله اللي هي الام سي كيو، والاسئله اللي هي ممكن هتجي لي في السؤال اللي هو الايه؟ اللي هو في الميكانيزمات. ماشي يا شباب؟ يبقى انا دلوقتي عندي مثلا وليكن النيتريشن، يبقى انا هكون النيترونيوم ايون ال NO2، وحاجه زي ده هقول لك، تقول لي مثلا بجيب النيتريك اسيد افعله مع السلفوريك اسيد هيديني البرودكت ده، هيدرونيوم ايون HSO4NO2 بلس، ده الالكتروفايل بتاعي، يبقى فورميشن اوف الكتروفايل. لو السلفونيشن مكان ديت هتبقى SO3، وطبعا الراجل اللي انا بادئ دوب به ده عشان يكون لي عمليه ال SO3 هيختلف حسب الايه؟ حسب العمليه اللي انا بعملها، برومينيشن او كلورينيشن، يبقى هستخدمهم في وجود مين؟ في وجود اللويس اسيد، واكون الالكتروفايل، والباقي كله بقى اغير ال NO2 تبقى CL تبقى BR وعليها شحنه موجبه. ما تنساش الحاجات دي مهمه معايا جدا، ومش عايز منك الا تكتب لي كده فورميشن اوف الكتروفايل وتكتب المعادله، فورميشن اوف سيجما كومبلكس وتكتب المعادله، ريجنريشن اوف الاروماتيست وتكتب المعادله، ما تقعدش تحكي لي كلام ولا كلام. والسؤال اللي زي ده انا حابب اجيب لك مثلا الميكانيزم وسايب لك سبيس فاضي على قد الكتابه بالظبط، انت هتاجب في نفس الورقه الاسئله وسايب لك سبيس فاضي، فراغ فاضي تاجب فيه، يعني ما فيش حته تانية تاجب فيها تانية، عشان الناس تبقى عارفه الامتحان بيبقى شكله زي حاجه طريقه كده اسمه البوكلت. البوكلت ده ورقه الاسئله هي ورقه الاجابه بالظبط، السؤال تجاوب تحته او ايه او جنبه على طول الاجابه ايه الاجابه بتاعته. ماشي يا شباب؟ يبقى احنا الوقت الميكانيزمات هيجي لنا واحد من الثلاثه اللي هيجوا في الامتحان، منهم واحد يا اما نيتريشن يا اما سلفونيشن يا اما هالوجينيشن، والثلاثه انتوا طبعا عارفينهم وقتلوا بحثا من اول السنه واكيد هتعرفوهم، الدنيا تكون سهله جدا 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 ان شاء الله. السيجما كومبليكس ده لو عرفت تبقى ترسمه ارسمه لي بقى كويس قوي، مش يعني يفضل يعني في اللي هو في النقطه الثانيه دي فورميشن اوف سيجما كومبليكس اللي بيحصل له ستابيلايزيشن بالريزونانس. الكلام ده احنا خدناه في اول السنه وخدناه في الكويزس وخدناه في الميد تيرم، والاسئله اللي عندكم طبعا تراجعوها كويس ماشي، لان يعني طبعا مش كل حاجه هقولها هتبقى هي جايه في الامتحان، فيها حاجات والجزء ده انتوا طبعا بالنسبه لكم مهضوم جدا والدنيا فيه تمام وما فيش فيه اي مشكله خالص. ماشي يا شباب؟ فريد الكرافت اسايليشن ده اللي احنا خدناه برضو في الالكايل بنزين، ميزته ايه عن فريد الكرافت الكايليشن؟ فريد الكرافت الكايليشن ما اعرفش احضر بول الكايل بنزين، يعني لو عايز احضر بروبايل بنزين اعمل ايه؟ هل ينفع اجيب بروبايل هلايد بروبايل كلورايد في وجود لويس اسيد افعله مع البنزين؟ لا، لانه بيعمل لي عمليه الايه؟ بيحصل فيه عمليه ري ارينجمنت، ممكن يديني الايزو بروبايل، ممكن يحصل فيه بولي الكايليشن، يعني ما بوقفش على عمليه واحده، ممكن بعد كده مكون البروبايل بنزين يديني مره في القرصه ومره في الباره. فافضل حاجه علشان اكون بها البروبايل بنزين او الالكايل بنزين عموما اجيبها عن طريق ايه؟ فريد الكرافت اسايليشن فولود باي ريدكشن، يعني الراجل ده بقول عليه اسايل هالايد، الار ديت وليكن مثلا ميسايل، ايه سايل؟ تكون زي ما تكون حسب البرودكت اللي انا عاوزه ده. ماشي؟ في وجود اللويس اسيد، هيديني ده كيتون، مش ده خدناه في تحضير الكيتون فريد الكرافت الكايليشن، فريد الكرافت اسايليشن، ده بستخدمه في تحضير الكيتونز. وطبعا ما ينفعش احضر بقى الدهايد لان انا عندي هنا الكايل جروب وسي دبل بوند او، اما تمسك في حلقه البنزين تبقى السي دبل بوند او، يمينها كربون وشمالها كربون، يبقى ده ما ينفعش في تحضير الالدهايد خالص. تحضير الاروماتيك كيتون، كلمه اروماتيك هل ينفع ان انا اعمل فريد الكرافت اسايليشن على حاجات اليفاتيك؟ لا، ده هو مخصوص للمركبات الاروماتيه، يبقى لو قلت لك اليفاتيك كيتون يبقى غلط، قلت لك اروماتيك الدهايد يبقى غلط، يبقى لمين؟ الاروماتيك كيتون فقط. طيب ماشي،
بقوا في وجود مين؟ في وجود لويس اسا. الراجل ده الكلام اللي بقوله الناس تركز فيه وتعرفه تمام التمام. الراجل اللي خرج عندي ده لو جيت سيادتك عايز احوله لالكايل بنزين، الناس كلها بتقول لي دلوقتي سامعها بتقول لي يا دكتور هنعمل السي دبل بوند وعمليه ريدكشن. تمام، بس كده اعمل ديت ريدكشن زي اللي كنا خدناها في ولفوكيشنال ريدكشن، سي دبل بوند او كلمينسون ريدكشن، زنج امالجم في وجود الاتش سي ال، السي دبل بوند او اعمل لها عمليه ريدكشن يتحول لي مين؟ هتتحول لي الى سي اتش 2. بس كده يعني لو عندي مثلا عايز ده بروبايل بنزين يبقى الار ديت هتكون عباره عن ايه؟ عباره عن ايسايل. ما هو البروبايل يعني 3 كربون، يبقى دي ايسايل سي اتش 3 سي اتش 2، والسي دبل بوند دي عايز تتحول لسي اتش 2، يبقى هعمل لها عمليه ايه يا شباب؟ هعمل لها عمليه الريدكشن بالزنج امالجم او في وجود مين؟ او في وجود الولف كيشنر ريدكشن، في وجود الولف كيشنر ريدكشن. الناس تنسى التمن والمرج دلوقتي وتركز معايا، تركز معايا. طيب خش بعد كده نشوف الحاجه اللي خدناها بعد كده. يبقى كده بعد كده نتكلم على الاورينتيشن اند الرياكتيفيتي. ده الحاجات اللي احنا قلناها العاديه الالكتروفيليك اروماتيك سبستيتوشن والكلام ده. والناس تعرف لما اجي اجيب لك مثلا مركب قلت لك مثلا عندي هعمل اي عمليه الكتروفيليك اروماتيك سبستيتوشن على نيتروبنزين. النيتروبنزين ده بيوجه لايه؟ بيوجه لميتا. يبقى خلاص يبقى اللي هيخش عندي ده هيخش ميتا. طب لو عندي حاجه زي الكلور، حاجه عندي زي الميثايل بنزين التولوين، بقول لك اعمل عليه نيتريشن، يبقى انت عارف الراجل ده بيوجه الالكايل بنزين بتوجه ايه؟ بتوجه ارسوبارا. اي حاجات اللي احنا خدناها الاكتيفيتنج تبقى ارسوبارا، اقول لك اعمل عليها نيتريشن، يبقى البرودكت اللي عندي هيديني في الارسو او البارا. فرضا انا اعطي لك اختيارات ما فيش فيها بارا يبقى هتختار للارسو، فرضا ما فيش ارسو واعطي لك البارا يبقى سيادتك تختار للايه؟ تختار للبارا. ما تجيش في الامتحان يا دكتور مش عارف، اعقل اعقل يا حبيبي الله يهديك، اعقل. شغل الجنان ده مش عايزه في الامتحان الله يكرمك. عندي هنا اجيب لك اي حاجه واقول لك اختار لي مثلا من في دولت اللي هيديني مثلا يوجه لي بارا، يديني بارا نيترو مثلا جروب، هعمل نيتريشن عليه ويديني بارا. ما دام يديني بارا يبقى اكتيفيتنج، يبقى اكيد هذكر لك من دولت مركب اروماتيك. الشرطه ديت معناها ان ده متصل مبدئيا ببنزين. يبقى لو قلت لك ان اتش 2 او اتش ان اتش سي او سي اتش 3 اي حاجه من دولت، يبقى الراجل ده تعرف اكيد ان هو هيوجه لي بارا. قلت لك بعمل عليه فريد الكرافت، بعمل عليه نيتريشن، بعمل عليه صبغه، يبقى هيوجه لي بارا او ارسو. ذكرت لحضرتك البارا والارسو، قلت لك اختار، قلت لك واحد واثنين هم صح، يبقى لو هم الارسو والبارا يبقى الصح. ذكرت لك واحد منهم بس جبت لك مركب ارسو او مركب بارا، يبقى سيادتك عارف ان هو وما فيش الثاني بتاعه، يعني جبت ارسو ما فيش بارا يبقى الاجابه الصح اللي هي الارسو، جبت بارا ما فيش ارسو يبقى الاجابه الصح اللي هي مين؟ اللي هي البارا. جبت الاثنين وقلت لك بيديني واحد واثنين في الاختيارات، يبقى الاختيار الصح طبعا واحد واثنين. طيب الناس اللي تحت ديت دول الدي اكتيفيتنج اللي بيوجهوه لي ميتا. انت عايز تدخل اي حاجه بالالكتروفيليك سبستيوشن في البوزيشن ميتا، يبقى طبعا ايه الحاجات دي كلها بقول عليها ميتا دايركتور. ميتا ايه؟ دايركتور. والكلام ده يعني ايه؟ قتل بحثا، قتل بحثا. الناس هنا حتى الجدول ده الناس تبقى عارفاه لي. مثلا هنا بستخدم الالكتروفايل هنا اسمه ايه؟ ده مثلا بقول عليه هالونيوم ايون الكلورو بوستف او البي ار عموما بقول عليه، ده بقول عليه كلورونيوم وده بقول عليه برومونيوم، يبقى جنرالي بقول عليه هالونيوم ايون. ده نيترونيوم ايون ان او 2 عليها شحنه موجبه. افتخر الميكانيزم سيادتك لما تكون لي الالكتروفايل ما تنساش سيادتك تحط لي عليه شحنه موجبه. حطيت عليه شحنه سالبه، ما حطيتش عليه شحنه، ما حطيتش عليه شحنه هتنقص درجات، حطيت عليه شحنه سالبه معناها انت ما انتش فاهم حاجه في اي حاجه، يبقى هتاخد زيرو. لما بقول لك الفورميشن اوف الكتروفايل تحط عليه شحنه سالبه يبقى انت كده مكانك مش الايه؟ مش الجامعه، مكانك في مصحه نفسيه. ونيجي نزورك ونجيب لك تمن ومرج عشان ترجع الايه؟ ترجع المينتاليتي بتاعتك ترجع تاني. طيب يبقى هنا كاربوكاتاين اللي هو مين؟ اللي هو في عمليه الالكايليشن. الاسايليوم ايون في عمليه الاسايليشن، في عمليه الايه؟ الاسايليشن.
في عملية الأسايليشن. طيب كده ده اللي احنا عايزينه من الايه، من السلايد دي، من المحاضرة دي. يبقى احنا كده خلصنا كده كل ده. نيجي بعد كده اللي خدناه بعد كده، الألكايل بنزين. طبعا الامتحان فيه ام سي كيو، فيه ترو فولس كتير وكلام من ده، فاكيد فيه نقط انا مش هتعرض لها. ما هو امتحان يعني، مش معقول الناس كلها هتبقى زي بعضها. اللي ذاكر من اول السنه زي اللي هيجي يذاكر لي الحاجات اللي هي المهمه. اهم حاجه انا عايز الناس تبقى طالعه من الامتحان والسعاده تعلو وجوهها بس. والحمد لله المد الدرجات ممتازه، فالدنيا يعني ايه، ما فيش اي مشكله خالص في النجاح يعني ان شاء الله. بس انا عايز المجهود اللي اتبذل معاكم طول السنه، اللي كنت ازعم ان كان في مجهود يعني على قد اجتهادي، انه يبان في الورقه يعني. طيب نيجي بعد كده للايه، للالكايل بنزين. الالكايل بنزين سيادتك طبعا حاجات احنا خدناها في الكوزات والميد تيرم والكلام ده، وخدنا فيها حاجات كتيره جدا وشرحنا وكلمنا كلام كتير جدا، فاكيد الناس الحاجات دي كلها بالنسبه لها سهله جدا، ما فيش فيها اي مشاكل خالص. ما فيش فيها يا شباب اي مشاكل خالص. اهم شيء ماشي الحاجات ديت زي ما قلت قبل كده، ان انا عندي في عمليه الراجل ده زنك امالجم والاتش سي ال، ما يكون موجود عندك تعرف انك عندك في كربونايل كومباوند موجود، وهيحصل له عمليه ريدكشن. كربونايل كومباوند ويحصل له عمليه الايه، عمليه ريدكشن. طيب تمام. قلت بعد كده في الاكسيديشن بتاعت الالكايل بنزين، الالكايل هي الكربون اللي بعد حلقه البنزين دي، بيقول عليها الفا كربون. الفا كربون لو تحتوي على هيدروجينه واحده فقط في وجود البوتاسيوم برمنجانيت واسيدك ميديا، بيحصل له عمليه اوكسيديشن يديني البنزويك اسيد. ما دام هنا واحده، ده فرضا هنا كمان سي اتش 3 او كربون، هنا في برانشنج، هنا سبستيوشن، وفي برضه كربون عليها اتليست هيدروجين او اثنين او ثلاثه زي الميثايل، يبقى هيحصل هنا عمليه اوكسيديشن لكربوكسيليك اسيد، وتحت هنا كربوكسيليشن لايه؟ عمليه اوكسيديشن لكربوكسيليك اسيد حسب البوزيشن. لو موجوده في الميتا هنا واحد وثلاثه برضه، المهم لو عدي اثنين مجموعتين القايل يبقى يحصل لهم ايه؟ يحصل لهم الاثنين اوكسيديشن ويديني مجموعتين كربوكسيل. في واحده يبقى هيحصل لها عمليه الاوكسيديشن ايه؟ عمليه اوكسيديشن واحده. تمام. وكتير زي الايلايل يعني، هنا دي حلقه ده بروبايل بنزين، كل ديت هيحصل لها عمليه الاوكسيديشن وتحول الى مين؟ الى كربوكسيليك اسيد. الراجل ده ما حصلش له ليه؟ لان ما لهوش ولا هيدروجينه، ما فيش الفا كربون او بنزيليك كربون عليها ايه؟ عليها هيدروجين. اتكلمت بعد كده على الهالوجينيشن بالان بي اس، ان بروموساتسيناميد ده بيحصل له عمليه هالوجينيشن، مونو هالوجينيشن، يحصل هالوجينيشن مره واحده فقط بالبروم، وعلى مين؟ على انهي كربون؟ الكربون اللي ماسكه في حلقه البنزين مباشره، وعليها لازم يكون عليها اتليست هيدروجينه واحده، فبتخرج ويحل محلها مين؟ البي ار، زي ما احنا عارفين، زي ما احنا عارفين كده. والتفاعلات ديت بتتم فين؟ في وجود اللايت واليو في، بقول عليها فري راديكال سبستيوشن رياكشن. فري راديكال سبستيوشن رياكشن. خدنا الارايل هالايت، الكلام ده برضو كتله بحثا، وعارف ان كنتوا عارفينه وكل حاجه. الارايل هالايد عند حلقه بنزين حاجه اروماتيك متصله بهالوجين. قلت الارايل هالايد ده ماشي، الحاجه اللي بتكلم فيها الناس اللي تركز فيها قوي. قلت عندي لو في عندي الارايل هالايد عليه سبستيوشن، قلت لازم التفاعلات اللي بتتم عليه بتتم عليه بالنيوكلوفيليك سبستيوشن رياكشن، يعني النيوكلوفايل هيخش على حلقه البنزين يستبدل لي السي ال، يبقى لازم عشان التفاعلات تتم والسي ال ده يستبدل بسهوله، لازم يكون عندي في القرص او البارا بوزيشن ات ليست سترونج ترونز دروينج جروب ان نيوكلوفايل واحد عليه شحنه سالبه، هيروح يخش لي على حلقه بنزين مليانه الكترون. يبقى عشان ايه تتفاعل، ايه اللي يحصل؟ لازم احط مجموعات ساحبه للالكترونات، لما اسحب من حلقه البنزين كده حلقه البنزين يبقى عندها تندنس ان هي ايه؟ ان هي تطلع السي ال ويحل محلها يا شباب، ويحل محلها الايه؟ النيوكلوفايل اللي موجود عندي. زي الامونيا يبقى هيديني ان اتش 2 برايمري امين، يديني سكندري امين. سكندري امين بحطه في الرياكتنت مع الارايل هالايد يبقى يديني تيرشري ايه؟ تيرشري امين. ماشي يا شباب، حاجه زي الراجل ده 2 و4 و6 تراي نيترو كلورو بنزين. لما فعله مع صوديوم هيدروكسيد او اتش دي جاي من صوديوم هيدروكسيد بتشال از نيوكلوفايل، هتحل محل السي ال.
هتديني مين يا شباب؟ البيكريك اسيد. البيكريك ايه؟ البيكريك اسيد. البيكريك اسيد ده رمزه ايه؟ عباره عن 2 و4 و6 تراي نيتروفينول. 2 و4 و6 تراي نيتروفينول. اقول لك البيكريك اسيد ده هايلي اسيدك ليه؟ لان عليه 3 مجموعات ساحبه للالكترونات، يبقى الاسيديتي بتزيد، المجموعات الساحبه للالكترونات بتزود الاسيديتي. يبقى البيكريك اسيد ده سيادتك تبص له بصه كده متانيه وتعرفه كويس قوي قوي قوي. احنا النهارده بنقول الحاجات المهمه للامتحان، انا مش جاي اشرح، انا جاي براجع معاكم بحيث الدنيا تبقى ان شاء الله تمام. بيكريك اسيد اهوت شكله كده، بص له كده، خد له لقطه كده، بوسه لو عايز تبوسه بوسه مفيش مشكله يعني، بس اهم حاجه ما تبوسوش دلوقتي وتيجي في الامتحان تنساه، يبقى انت بقى يعني ايه برضو تروح المصحه ونجيب لك تمن ومرك برضو براحتك. طيب استغفر الله العظيم يا رب. بعد كده عندي الارايل هالايد. الارايل هالايد دي بتتفاعل بطريقتين اللي احنا قلناها، احنا بنتكلم عليها زي الكلورو بنزين. قلت عندي بالنيكلوفيليك سبستيوشن، في عندي اما اديشن اليمينيشن يا اليمينيشن اديشن. اديشن اليمينيشن عن طريق تكوين حاجه اسمها ميزين هيمر كومبلكس. ميزين هيمر كومبلكس اهم ما يعنيني في الموضوع ده. ميزين هيمر كومبلكس ده زي ما احنا شايفين كده حلقه البنزين على ايه؟ عليها نيجاتيف فيتشر لون بير من الالكترو، يعني نيجاتيف فيتشر. يبقى الراجل ده عباره عن كاربو اناين، وجبناه في في الكويزات وجبناه في الميد تيرم والدنيا تمام. زي ما قلت الناس تراجع الحاجات اللي احنا جبناها في الكويزات والميد تيرم. طيب نيجي بعد كده الطريقه الثانيه اللي هي الاليمينيشن اديشن ميكانيزم. ده برومو بنزين بفعله مع فيري سترونج بيز زي الصودا مايت، يديني اداني ده الانيلين ده ال NH2 حالة في محل البي ار. الاول حصل اليمينيشن واداني حاجه اسمها البنزاين، البنزاين انترميديت. بعد كده البنزاين حصل عليه اتاك او اديشن بال NH2، ده هيديني في الاخر مين يا شباب؟ هيديني في الاخر الانيلين. ماشي، بعدها عن طريق مين؟ عن طريق البنزاين. يبقى البنزاين بيحصل فيه ايه؟ بيحصل فيه اليمينيشن اديشن. الاول خرجت الاتش مع البي ار طلع اتش بي ار، يبقى كده عملت اليمينيشن واداني البنزاين. ده بالتفاعل ده، والمهم عندي شروطه ايه علشان يتم التفاعلات عن طريق البنزاين؟ لازم زي ما انا شايف كده، لازم الاورثو بوزيشن للبي ار ده للهالوجين ده اللي هو سواء رقم 2 ده من اليمين او رقم 2 ده من الشمال، لازم يكون اتليست واحد منهم فاضي. الاورث بوزيشن ده اتليست يكون واحد منهم فاضي علشان خاطر اطلع الاتش بي ار. مش انا بطلع هنا خرجت اتش مع البي ار، الان اتش 2 اتحولت لامونيا والبي ار خرجت از بروميد، يبقى طلعت اتش بي ار. ده بان لو هنا سبستيتيوتد بميثايل وسبستيتيوتد بميثايل او باي حاجه ثانيه في سبستيتيوشن، ما ينفعش يتم التفاعل ده اللي هو الاليمينيشن اديشن عن طريق البنزاين. البرودكت مش هيتكون لان مش هقدر اطلع مين؟ اتش بي ار عشان اكون مين؟ عشان اكون البنزاين. يبقى لازم يكون ايه؟ يكون لازم الاورث بوزيشن اللي عندي ده فاضي، يعني ان سبستيتيوتد. يبقى اتليست لو ده مثلا سبستيتيوتد باي حاجه يبقى لازم الثاني ده يكون عليه هيدروجين. ده سبستيتيوتد باي حاجه يبقى ده لازم يكون عليه هيدروجين. اهم حاجه اطلع في الاخر ايه؟ اتش بي ار. اتش بي ايه؟ اتش بي ار. يبقى لازم الاورثو سبستيتيوشن يكون ان سبستيتيوتد. ان سبستيتيوتد. يجي لك بقى صح وغلط، يجي لك ام سي كيو، انت سيادتك كما تحب. طيب نيجي بعد كده خدنا الفينولز. طبعا الفينولز ده احنا شرحنا فيه كتير جدا وانا متاكد ان كنتوا فاهمينه هواي 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 كلش هواي يعني. فانا همر عليه مرور الكرام. الناس طبعا حط جبنا في اسئله كتير جدا الناس تراجعها كويس. ماشي، في الكويزات جه، في الميد ترم جه، والنقط مهمه وانا متاكد ان كنتوا فاهمينه كويس. ده سلسلك اسيد، الراجل ده اسمه اورس كريزو، يكون عندي او اتش والميثايل جروب جنبه يبقى اسمه اورسو كريزول. خلي بالك هيجي لك اول حاجه هتشوفها في الامتحان في الاسئله، هقول لك ارسم لي الاستراكشر بتاع المركبات اللي عندك دي. هجيب لك مركبين زراف كده ماشي، واقول لك ايه؟ واقول لك ارسمهم لي. واحد منهم انا قلته عديته في الحاجات اللي فاتت. الثاني هيبقى سهل جدا يعني من الكتابه، هرجع حاجه بسيطه قوي سيمبل قوي هتعرف تكتبه ان شاء الله. طيب
وده قلنا ازاي نحضر الفينولز والكلام ده كله، والهيدروجين بوندنج اللي موجوده في الاورسو نيتروفينول والبارا نيتروفينول دول عشان اورسو لبعض، فسهل ان هم يعملوا انتراميلوكولار هيدروجين بوندنج. دولت بعاد عن بعض، البارا نيترو ده مع بارا نيترو تاني زيه يعملوا انتر ده واحد مع واحد تاني، ان شاء الله الاثنين شبه بعض، بس جزيء مع جزيء شبه بعض مع ميه يبقى اسمه انتر. الاثنين جوه المركب نفسه، جوه المركب نفسه زي الاورسو نيتروفينول ده، يبقى الهيدروجين بوندنج ديت اسمها انترا مولوكولار هيدروجين بوندنج. والتحضيرات والكلام ده كله، والكلام ده كله خدناه بالتفصيل الممل. قلت عندي لما فعل الفينول مع ميتال او مع صوديوم هيدروكسيد مع بيز، صوديوم هيدروكسيد الفينول له اسيد الكاركتر ولكن الاسيدتي بتاعته مش عاليه، فلما بيجي يديني الفينوكسيد ايون اللي بيحصل له ستابيلايزيشن بالريزونانس ده، يبقى هل يتفاعل مع صوديوم هيدروكسيد؟ هل يتفاعل مع اتش سي ال؟ هل يتفاعل مع صوديوم كربونيت؟ لا، يتفاعل مع صوديوم هيدروكسيد. صوديوم بايكربونيت ما ينفعش، صوديوم كربونيت ما ينفعش، اتش سي ال طبعا عمره ما ينفع لانه له اسيد الكاركتر والاتش سي ال اسيدك، يبقى يتفاعل فقط مع مين يا شباب؟ مع الصوديوم هيدروكسيد عشان يديني الصوديوم فينوكسيد او الصوديوم فينيت اللي بيحصل له ستابيلايزيشن بالريزونانس اللي بيحصل له هنا اهوت مع الصوديوم بايكربونيت نو رياكشن. واكيد الكلام ده كله انتم عارفينه بالتفصيل الممل. اتكلمنا بعد كده على الاسيديتي والافكت اوف سبستيتوت جروب ان الاسيد استرينس. الجي ديت حسب ما تكون بقى الكترون دونيتنج او الكترون وذرونج، زي ما قلت جنرال رول الكترون وذرونج جروب انهانسمنت اور انكريز اوف الاسيديتي. يعني لما اقول لحضرتك الفينولز ولا البارا نيترو فينولز ولا الاورسو كريز، الاورسو كريز اللي قلناه اللي هو ايه؟ اللي هو عباره عن فينول الاورسو بوزيشن في ميثايل جروب، واقول لك مين فيهم سيادتك؟ اللي مور اسيدك. المور اسيدك طبعا اللي بيحتوي على الكترون وذرونج جروب، بتسحب الالكترون، يبقى ده اعلى فين؟ اعلى في الاسيديتي. طيب حاجه زي دول كده، بس هجيب لك اربع مركبات وسيادتك تختار لي منهم. ده اسمه بارا كريزول، المثال ده بقت في الاورسو هنا بقى اسمه اورسو كريزول، ماشي؟ يبقى اللي اعلى واحد فيهم مين؟ الواحد اللي فيه مجموعه ساحبه للالكترونات. ساحبه للالكترونات يعني ايه؟ يعني هيخلي الاتش دي تخرج از بروتون بسرعه، ودي اللي بقيس بيها الاسيديتي. انا بقول على اي حاجه اسيديك ليه؟ ان هي لها التندنسي القابليه ان هي تفقد لي الهيدروجين از بروتون، لوست هيدروجين از بروتون، ويديني كونجوجيت بيز بيحصل لها ستابيلايزيشن بالريزونانس. الاتش لما يخرج هيديني الفينوكسيد ايون، فينوكسيد ايون هيحصل له اوفر لابنج ويخش لي جوه حلقه البنزين ويديني كذا ريزونانس ستراكشر، فلازم يكون ستيبل. معناه ان الريزونانس ستراكشر ديت او الاستابيليتي بالريزونانس معناه ايه؟ معناه ان الاتش بعد عن الاو وخلاص وخرج از بروتون، وخرج از بروتون. انما لو راجل زي السايكل هوكسانول ده، هل ده ما بقولش عليه له اي اسيد الكاركتر؟ ليه؟ ده الكول. ليه؟ لان انا عندي الاو اللي طلع بقى عليها نيجاتيف تشارج فيري سترونج بيز، وما يحصلش لها ستابيلايزيشن بالريزونانس. فيري سترونج بيز يعني ايه؟ يعني تاخد الهيدروجين بسرعه جدا. يبقى فين الاسيديتي اللي يبقى فين الاسيديتي اللي انا بقول عليها؟ ما فيش اسيديتي، ليس هناك اسيديتي يا عزيزي في السايكل وايه في السايكل هوكسانول. انما البارا نيتروفينول كلش اسيدك، كلش اسيدك. ليه؟ لان النيترو جروب فيري سترونج الكترون وذروينج جروب، تسحب الالكترونات. اسحب الالكترونات يعني ايه؟ يعني الرابطه اللي بين الاو والاتش هتضعف، يبقى الاتش هيخرج، يبقى له عليها نيجاتيف تشارج فيري كونجوجيت بيز ويحصل لها ستابيلايزيشن بالريزونت. عارفين يعني ايه كلمه كونجوجيت بيز؟ المركب اللي عندي لو له اسيد الكاركتر لما بفقد الهيدروجين الجزء اللي اتبقى منه اسمه كونجوجيت بيز. نيجي بعد كده يا شباب نقطه مهمه، ناس تركز معايا من فضلك، انسى التمن والمرج دلوقتي. انا دلوقتي عندي ده اسمه سلسليك اسيد. سلسليك اسيد ده نحضر منه حاجة اسمها الأسبرين. طيب اتحضر ازاي ده؟ ان انا جبت السلسليك اسيد وفعلته مع الاسيتيك انهيدرايد سي اتش 3 سي او، الكل اتنين يعني الراجل ده مرتين واو. اسيتيك انهيدرايد اللي خدناه كاسيتيليتنج ايجنت في الامينز وهنتعرض له كمان شوية. يبقى الراجل ده، طب لو قلت لك السلسليك اسيد ده عايز احضره من ايه؟ احضره من الفينول. ازاي احضره من الفينول؟ زي ما قلنا، قلنا في اخر الفينول ان انا اجيب الفينول ده وافعله مع الكربون دايوكسيد في وجود مين؟ الصوديوم هيدروكسيد. يبقى اقول لك الفينول ازاي احوله لسلسليك اسيد. يبقى اجيب الفينول افعله مع كربون دايوكسيد اللي ده تفاعل اسمه كولب رياكشن، والتفاعل ده بيتم في وجود الصوديوم هيدروكسيد. ليه؟ علشان تبقى از فينوكسيد الاتش بتخرج ويحل محلها الان ايه؟ تبقى صوديوم فينوكسيد، تبقى هايلي نيوكليوفيليك. يبقى الاوفرلابنج جوه حلقه البنزين هيبقى اسرع،
النيجاتيف تشارج اللي هتبقى هنا تعمل اتاك على الكربون دايوكسيد اللي هو كولب رياكشن. سيادتك تعرفه كويس، اديني سلسليك اسيد، يبقى الفينول كده حولناه لسلسليك اسيد بالتفاعل مع صوديوم هيدروكسيد والكربون دايوكسيد. الراجل السلسليك اسيد ده لو فعلته مع اللي احنا خدناه في العملي، لو فعلته مع الاسيتيك انهيدرايد عملت له عمليه استايليشن يديني الاسبرين. الاسبرين يعمل لي استايليشن، الاتش دي تخرج ويحل محلها سي او سي اتش 3، يبقى ده اسمه كده الايه، الاسبرين. لو قلت لك السلسليك اسيد ازاي احضره من الفينو، بس بسيطه جدا، اجيب الفينو افعله مع كربون دايوكسيد، او افعله الاول مع صوديوم هيدروكسيد عشان يحول لي الفينول الى صوديوم فينوكسيد، وبعد كده افعله مع الكربون دايوكسيد يديني مين اللي هو كولب رياكشن، يديني السلسليك اسيد، والسلسليك اسيد يتفاعل لي مع مين، مع الاسيتيك انهيدرايد، بيحصل لي عمليه اسيتيليشن، الاتش بتخرج ويحل محلها السي او سي اتش 3. ماشي يا شباب؟ يبقى ده اسمه كده اسيتيل سلسليك اسيد اللي هو الاسبرين اللي موجود في الصيدليه. النقطه ديت مهمه مهمه مهمه. طيب اهو ده برضو لما بجيب الفينول واعمل له كومبليت نيتريشن، قلت لك بيديني 2 و4 و6 تراي نيتروفينول اللي هو اسمه بيكريك اسيد. ليه من شويه كنت بقول لك ركز فيه وبوسه عشان ما تنساهوش، براحتك عايز تنساه براحتك، لا مش مشكله مش مشكله. طيب نيجي بعد كده نخش على الامينز. برضه نزلت لكم في الامينز في الكويزات واسئله كتيره خارجيه والكلام ده كله اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيه من شويه. عندي الفينو فعلته مع صوديوم هيدروكسيد اداني صوديوم فينوكسيد مع كربون دايوكسيد في وجود الهيت والبريشر، الكونديشن دي سيادتك تعرفها لي كويس. ماشي الكلام ده كله الاورجانيك، مانيش عايز تكتب لي كلام على السهم، اسم المركب وانتهى الموضوع. لوك لوك تحشي، مش عايز حشو، مش عايز ايه، مش عايز حشو. ماشي يا شباب، حصل توتوموريزم اداني سلسليك اسيد، لو الراجل ده عايز احضر منه الاسبرين قلت اعمل له عمليه الايه، عمليه استايليشن بالاسيتيك انهيدرايد. يبقى اقول لك ازاي مثلا فينو تحضر منه سلسليك اسيد، تحضر منه اسبرين، ما سهله جدا ما فيش فيها اي مشكله. من الحاجات ممكن احضر السلسله لضايد بمين، ريمارتيمان رياكشن. الراجل ده ماشي، وده الميكانيزم بتاعه، الميكانيزم بتاعه ده من الميكانيزمات المهمه. يبقى انا دلوقتي عندي ده رابع ميكانيزم، يبقى انا قلت ثلاثه، نيتريشن سلفونيشن هالوجينيشن في السؤال بتاع الميكانيزمات. دلوقتي قدامي تعرفوا كويس اللي هو مين يا شباب، اللي هو عمليه الايه، ريمارتيمان رياكشن. ريمارتيمان رياكشن يديني الدايكلورو كاربين ده والميكانيزمات اللي انا بقول عليها. فرض الميكانيزم ما جاش في الميكانيزمات، هتلاقيه في الترو فولس، هتلاقيه في الام سي كيو، يعني اللي سيادتك هتقراه مش هتلاقي، مش هروح عليه. نيجي بعد كده للامينز. الامينز قلت في عند برايمري امين، سكندري امين، تيرشري امين. اجيب لك حاجه واقول لك نوع الامينز هنا ايه يا عزيزي. برايمري امين يبقى الان متصله بكربون واحده، سكندري امين متصله باثنين كربون، تيرشري امين متصله بثلاثه كربون. كلام يعني ما فيش ابسط من كده. طيب حاجه مثلا، حاجه في التسميه زي بتاعت الامينز ديت، تسميه الامينز ديت الناس تقراها كويس، لان انا هجيب لك مركبين واحد منهم تبع الامينز بس ممكن ما يكونش موجود من دولت بالظبط، بس تركز في دول، لان طبعا هتبقى الحاجه سهله، هتبقى الحاجه سهله وبسيطه، مجرد انك انت تتدرب على دولت لما اجيبه لك في الامتحان هتعرف بالظبط بكل سهوله، مفيش فيه اي مشكله خالص. اهو كلامي واضح وبسيط. يبقى احنا كده اتكلمنا على رسم المركبات، هجيب لك مركبين واحد منهم تبع الامينز ده وواحد منهم انا قلته قبل كده، يبقى كده نقطة وخلصت من ثلاث درجات. الميكانيزمات قلنا الحاجات اللي قلناها وقلنا على ريمارتيمان ده، يبقى كده معانا أربع ميكانيزمات لغاية دلوقتي، الثلاثة الأولين كلهم شبه بعض كأنهم واحد. بعد كده البريباريشن بتاعت الأميز دي مهمة جدا، والراجل اللي موجود على السهم ليثيوم ألمونيوم هيدرايد ده مهم جدا، مهم جدا، ليثيوم ألمونيوم هيدرايد. سيادتك تركز، فرضا جبت لك واحد من دولت وحطيت لك على قلت لك فيه
حاجه تانية ريدوسنج ايجنت غير الليثيوم الومنيوم هيدرات، وبيديني البروده ده يبقى مش هيدهوني، يبقى تعرف ان جمله غلط او في حاجه مش مظبوطه. طبعا عند بالنيتريشن اي نيترو جروب بتتحول ل ان اتش 2 بعمليه الريدكشن. يعني انا عندك نيترو جروب وقلت لك حاجه اقدر لحاجه هتخش على الدايزونيوم سولت، يبقى النيترو جروب تعمل لها ريدكشن برايمري امين، برايمري امين اجيب منه دايزونيوم سولت اتش سي ال مع صوديوم نيترايت يديني مين؟ يديني الدايزونيوم سولت. والدايزونيوم سولت زي ما خدناه وهنتعرض له كمان شويه، حضر منه كل ما اللي نفسك فيه، اللي نفسك فيه هتحضره. الحاجات دي طبعا قلناها في الاراء الهالايت، كل ده تبع الاراء الهالايت شرحينه من ايه من شويه، قلناه طول السنه كتلة بحثا. حبيب الملايين اخونا هوفمان ديجراديشن، من يوم ما عملت امتحانات في الاورجانيك مفيش اي حاجه في الجزء ده بتاع الاروماتيست ده الا لازم اجيب فيه هوفمان ديجراديشن. اجيبه بقى ميكانيزم، اجيبه ام سي كيو، اجيبه زي ما اجيبه، سيادتك ايه تعرفه كويس جدا جدا جدا. ده البنزامايد، ده اسمه بنزامايد، حلقه بنزين سي دبل بوند ان اتش 2 زي ما احنا عارفين ايه هو هوفمان ديجراديشن، سواء عند برايمري سواء عند برايمري ايمايد، سواء كان اليفاتيك او اروماتيك. يعني ده بقول عليه برايمري ايمايد الف اروماتيك، البروبينامايد ده برايمري ايمايد اليفاتيك، يبقى ده اروماتيك وده اليفاتيك. برومين صوديوم هيدروكسيد او بوتاسيوم هيدروكسيد، يبقى تعرف على طول ده ده هوفمان ديجراديشن. الراجل ده ايه اللي بيحصل فيه؟ كل ما هنالك السي دبل بوند او بفقدها، يعني انا لو عنده بروبان امين يديني ايثان امين، يبقى بفقد بيحصل لوس للسي دبل بوند او بالميكانيزم اللي احنا شرحناه بالتفصيل الممل. يبقى انا بحضر من اخونا هوفمان لازم يكون عندي برايمري ايمايد، ما ينفعش الان اتش تبقى ان اتش ار زي ما شرحنا في الميكانيزم. ليه؟ ميكانيزم وضح الكلام ده كله بالتفصيل. ماشي يا شباب، الراجل ده الراجل ده اجيبها لك كومبليت، اجيبها لك ميكانيزم سيادتك بقى كما تحب. ماشي يا مسهل يا رب. الناس ديت التفاعلات ديت بس مجرد تعرف لي بس المعادله ديت ان نفس الكلام هوفمان الكايليشن كلام سهل وبسيط مش عايز اي شرح. بعد كده البيزيستي بتاعت الامين، البيزيستي بتاعت الامين انا مش عايز من سيادتك لانك تعرف لي زي ما قلت كده في الاسيدك كاركتر البيزك كاركتر اللي هو لما يبقى في عندي سبستيتوانت، السبستيتوانت هيعمل ايه في الراجل ده؟ ماشي السبستيتوانت ده احنا ده الشرح بتاع هوفمان الميكانيزم. البيزيستي بتاعت الامين قلت البيزيستي سواء كيان الامين هيشتغل از بيز او از نيكلوفايل، الكلام اللي انا بقوله بقوله ده شاف ده كل كلمه بقولها سيادتك تسمعها مره واثنين وعشرة، سواء الامتحان يجي لك الجزء في جزء الريتم او الان سي كيو او الترو فولس. يعني ايه؟ يعني انا ما يعني المراجعه علشان خاطر ربنا يكرمكم وتطلعوا سعداء من الامتحان. فانا ما في يعني اي حاجه بقولها مش مجالها دلوقتي ان احنا بنضيع يعني ايه ان بنعد وقت، لا ده كل كلمه سيادتك تركز فيها بحيث ما تجي لك حاجه شبيهه لها او تجي لك في الامتحان سيادتك تاجب. المراجعة بتاعت النهاردة دي كلها عشان خاطر سيادتك تخرج هابي، أنا عايز سيادتك تطلع سعيد. مش عايز سيادتك تسيب اللي تخرج من الامتحان وتروح تنتحر في على بحر النجف. لو انتحرت محدش هيجي وراك، اغرق براحتك. ما أنت اللي قضيتها تمن ومرج، حتى المراجعة مش مركز، براحتك يا حبيبي. ولا هتنتحر ولا حاجه، انت هتسيب التمن والمرج لمين طيب؟ لاخوك الصغير ياكله؟ لا طبعا ازاي؟ عادي نخش دور تاني. طيب لما اتكلمنا على البيزيستي كلام البيزيستي بس حاجه بسيطه كده عشان الناس تفكرها بها بس ده مش موجود هنا. انا عندي العكس الاسيديتي، لو انا عندي الكترون وذرونج في البيزيستي يبقى هتقلل البيزيستي، الكترون دونيتنج تزود البيزيستي، العكس البيزيستي عكس الاسيديتي. البيزيستي انا عايز اللون بير دولت يكونوا موجودين على الان، ده انا لو حاطط مجموعه بتسحب الكترونات يبقى اللون بير دول مش هيبقوا موجودين، مش هيبقوا افيلابل، يبقى البيزيستي هيحصل ايه؟ البيزيستي هتقل او تبقى مش موجوده خالص. ماشي يا شباب. واللون بير دول زي ما قلنا في الامينز اللون بير مسؤولين عن البيزيستي والنيوكلوفيلستي، يبقى لو اللون بير مش موجودين، مش موجودين ازاي يا دكتور؟ يعني قلت لسيادتك المركب ده حصل عليه الكايليشن للاثنين هيدروجين وكمان للون بير، بقى عندي التراي او حاجه على شبه امونيوم سولت، تراي ميثايل امونيوم سولت مثلا، اقول لك مثلا تراي ميثايل امونيوم
مثلا او انيلينيوم كلورايد مثلا بقى على هيئه سولت، هو هذا لا اصبح نيوكلوفيليك ولا اصبح بيزك، ولا اصبح ايه يا شباب؟ ولا اصبح بيزك يا مسهل. خدنا بعد كده اتكلمنا على الرياكشن يا شباب والكلام ده كله ماشي، وده البيزيستي، وقلت حسب عندي لو الكترون دونيت بص في اندكتف بص في ميزوميريك يزود الايه؟ يزود البيزيستي، حاجه بتسحب الالكترونات الكترون ويز دروينج جروب ديكريزنج ذا بيزيستي، ودي السبستيتون عكسها بالظبط عكس الاسيديتي بالظبط. نفس الكلام ده، يعني الراجل ده اللي فيه ميثوكس جروب الاول اللي عليها لون بير بتدي الكترونات، يبقى دي تزود البيزيستي الهاي، لان لو بص في ميزوميريك افكت الان او 2 اللي كنا بنقول عليها في الفينولز هايلي اسيدك، لما هنا او اتش ده بدي امينز، لا يبقى ده كده بقول دي اكتيفيتنج جروب، يبقى دي ديكريزنج للايه؟ للبيزيستي. اعلى واحد في دول مين؟ الراجل اللي هو الفاتيك جروب اللي موجوده عند السايكل هوكسايل ديت، ليه؟ لانها ما بتسحبش الكترونات، ما فيش ريزونانس، يبقى معنى ذلك الايه؟ اللون بير من الالكترون افيلابل على الان ثابتين، ثابتين على الان، يبقى ده هايلي بيزك. الامينز خدنا فيه امين 1 وامين 3، احنا هنسيب ال 1 ده تقروه وال 3 ده، كل اللي انت خدته لازم تتك الماده كلها، ده للناس يعني الناس تركز في اللي انا بقوله عشان الدنيا تكون تمام، بس برضو الناس اللي عايزه تجيب الدرجه النهائيه مش هتجيبها الا من خلال المذاكره من اول السنه والمذاكره لجميع المنهج. اضعف الايمان الناس اللي هتركز في اللي بقوله ده هتجيب درجه شبه يعني جيده جدا. انا دلوقتي عندي بعمل الرياكشن بتاعت الايه؟ الامينز، كل زي ما قلت الرياكشن كلها نتيجه لايه؟ نتيجه للون بير من الالكترون الموجود على الان، يبقى ده بيشتغل از نيوكلوفايل، هيعمل اتاك على الراجل ده يتحول الى انيلينيوم كلورايد. الراجل ده لا هو له اسيدك له بيزك، قصدي له بيزك ولا نيوكلوفايل الان، لان الان كده ما عادش عليها اي لون بير من الالكترون. طيب الالكايليشن العاديه اللون بير من الالكترون تعمل نيوكلوفيليك اتاك على الالكايل هالايد اللي هو ايه؟ اللي هو بيقول عليه امونوليسيس اوف الكايل هالايد او هوفمان الكايليشن. كل الكلام ده كلام سهل وبسيط زي هوفمان الكايليشن عادي خالص، ريدكتيف امينيشن نفس الكلام. ماشي يا شباب. بعد كده كونفرشن للامايد، الامايد علشان اعمل عمليه اسايليشن للامينز، الامينز مين اللي يحصل له عمليه الاسايليشن؟ الناس تركز معايا. برايمري امين، سكندري امين، تيرشري امين، ان التفاعل ده ار سي دبل بوند او دي الاسايل جروب، دي بتيجي من اسيتيك انهيدرايد، تيجي من اسيد هالايد، كل الحاجات دي كلها بقول عليها اسيتايليتنج ايجنت، يبقى الاسيتايليتنج ايجنت هيروح فعلي مع مين؟ مع البرايمري امين والسكندري امين، ليه؟ لان بيحتوي على هيدروجين، الهيدروجين بيخرج ويحل محله سي دبل بوند او ار، سي دبل بوند او ار، واديني الامايد، مش الامايد عارفينها ان سي دبل بوند او، دي سبستيتيوتد باثنين الكايل، دي سبستيتيوتد بواحده لان كنت بادئ ببرايمري، يبقى البرايمري امين، السكندري امين يحصل له عمليه الاسايليشن، تيرشري امين ماكو، تيرشري امين ماكو ليه؟ لان ما فيش فيه هيدروجين يخرج بحيث السي دبل بوند او ار تحل ايه؟ تحل محله، يبقى هنا نو رياكشن، نو رياكشن. ده الاسيتيك انهيدرات اللي كنت بقول عليه في الاسبرين سي اتش 3 سي او كل 2 او اهو سي اتش 3 سي دبل بوند او سي اتش 3 سي دبل بوند او وادي الاو في الوسط، ده اللي هو كده الايه؟ الاستراكشر فورمولا بتاعته، انما دي كده بقول عليها زي ما اقول عليها كانها بالظبط مولوكرا فورمولا. طيب بفعله مع الامينز اهوت بيحصل له عمليه اسايليشن، عمليه اسايليشن او استايليشن بقول عليه استايليتنج ايجنت، سواء الاسيتيك انهيدرايد ده او الار سي دبل بوند او اكس متصله بهالوجين، هم النتيجه واحده، انا باخد من ده سي دبل بوند او ار او ميسايل، هيديني مين؟ يديني اللي هو الايه؟ الكورسبوندنج امايد، يبقى برايمري امين يتفاعل، سكندري امين يتفاعل، ده تيرشري امين اللي متصل بثلاثه كربون هيتفاعل، ما يتفاعلش ليه؟ لان ما فيش عنده حاجه اسمها ريبليسابل هيدروجين، هيدروجين يخرج ويحصل له عمليه السبستيوشن او الريبليسمنت. السلفونامايد نفس الكلام، هو نفس الكونسبت بتاع التفاعل ده بالظبط، انا هنا برايمري امين سكندري امين وتيرشري امين، نفس الكلام ارايل سلفونايل جروب ديت اللي هي الاي ار اس او 2 دي بقول عليها ارايل سلفونايل جروب او سلفونايل جروب،
مش بتحل محل الهيدروجين، الهيدروجين مع السي ال يبقى ماينس اتش سي ال، ودولت يمسكوا في بعض، ودولت يمسكهم في بعض. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. كل ده سيادتك طبعا احنا شارحينه خلال السنه، تركز لي فيه والدنيا ان شاء الله هتكون تمام، مفيش اي مشكله خالص. ماشي اهو. هنا مثلا زي ما قلت في الاول خالص، فريد الكرافت الكايليشن او اسايليشن ما بيتمش على البرايمري امينز او الاروماتيك امينز. ليه؟ لان الراجل ده لويس اسيد، ده بيجي يعمل لي مع ده عمليه كومبليكس مع اللون بير اللي هنا، انت عارفين لويس اسيد الكترون اكسبتور، بيحول الان يبقى يعمل عليها بروتونيشن، الان يبقى عليها شحنه موجبه، تتحول من اكتيفيتنج الى هايلي دي اكتيفيتنج، سواء كان برايمري امين، سكندري امين، ترشر امين، ان ار ويز يعني نو رياكشن مع البرايمري امين، سكندري امين، ترشر امين، لانه بيحوله من سترونج اكتيفيتنج الى سترونجلي دي اكتيفيتنج، يبقى الحل ايه؟ نو رياكشن. انما فريد الكرافت الكايليشن او سايليشن تكون مع مين تمام؟ تكون مع الاروماتيك كومباوند العادي، مع البنزين، مع التولوين، مع الحاجات الارايل. انما هنا لا، هنا ليه؟ لان هيجي يعمل لي كومبلكسيشن مع اللون بير اللي على الان، يحولها من اكتيفيتنج الى هايلي دي اكتيفيتنج. انما لو سيادتك واحد زي ده، انا هنا حاطط له اسيد مفيش، يبقى الراجل ده هعمل عمليه اسايليشن بالاسيتيل كلورايد سي دبل بوند او سي اتش 3 زي ما قلنا من شويه، وتديني الايميل الاتش هتخرج ودي تحل محلها، مفيش اي مشكله. ما قلتش ان نو رياكشن ليه؟ لان مفيش لويس اسيد. ده هنا كده انا بعمل عمليه اسايليشن عاديه. انما ده هنا بيحصل ايه؟ ده انا بعمل تفاعل على حلقه البنزين اسمه ايه؟ فريد الكرافت اسايليشن. ولو فريد الكرافت الكايليشن برضه ما دام عندي لويس اسيد يبقى مفيش تفاعل على الامينز الاروماتيك امينز. انتوا عارفين ان فريد الكرافت الكايليشن او اسايليشن بعمل تفاعل على مين؟ على الاروماتيك كومباوند. فلو عندي امينز اروماتيك سواء كان برايمر او سكندري او ترشري، اماكو فريد الكرافت اسايليشن اور الكايليشن. دايزونيوم سولت ده مهم وهنقوله في دايزونيوم كومباوند، هو نفس الكلام. يبقى اي امينز او فينول اللي احنا خدناه من شويه، الفينول نفس الكلام ده. الحاجه اللي بعمل بقى عمليه الكابلنج عشان اكون الازوداي، او بقول عليها دايزودايزيشن رياكشن، يكون يبقى اختار مين؟ اختار البنزين دايزونيوم سولت، زي البنزين دايزونيوم كلورايد. بنزين دايزونيوم ايه؟ كلورايد. بنزين دايزونيوم كلورايد ده اللي بكون به مين؟ الازوداي، او بعمل به عمليه مين؟ حاجه اسمها الدايزودايزيشن اللي خدناها. ده التفاعل ده بتاع مين؟ ما هو ده بنزين دايزونيوم سولت، بنزين دايزونيوم كلورايد اللي احنا كنت لابحثا في محاضره المين يا شباب، محاضره الدايزونيوم سولت. طيب الراجل ده هيتفاعل معاه والدايزونيوم سولت ده اتكون لي ازاي؟ اللي اتكون عندي ده الراجل ده اتكون ازاي؟ بجيب البرايمري امين افعله مع الاتش سي ال والصوديوم نيترايد بيديني نيتراس اسيد اتش ان او 2. يبقى الاتش ان او 2 تعني ايه؟ تعني ان انا احط لك على السهم صوديوم نيترايد واتش سي ال، هي بالظبط زي ما اقول لك اتش ان او 2 او اتش او ان او. يبقى الراجل ده هيتفاعل لي مع البرايمري امين، يديني مين يا شباب؟ يديني الدايزونيوم سولت، بنزين دايزونيوم سولت. لو مثلا كلورايد يبقى بنزين دايزونيوم كلورايد. ده الفاتيك، الالفاتيك طبعا ليس ستيبل الدايزونيوم سولت بتاعه. يبقى مين اللي مور ستيبل؟ الاروماتيك دايزونيوم سولت، اللي ليس ستيبل الالفاتيك دايزونيوم سولت. طيب سكندري امين وبرايمري امين، هل السكندري امين دلوقتي عشان ما نيجي في الدايزونيوم سولت ما نتكلمش الكلام ده تاني، برايمري امين وسكندري امين اهو، ده برايمري وده سكندري، ده ان اتش 2 وده ان اتش ار، ده سكندري وده تيرشن. الراجل ده لما جيت افعله مع اعمل له عمليه دايزودايزيشن، يعني افعله مع الصوديوم نيترات والاتش سي ال، او افعله مع النيتراس اسيد، الثلاثه معاهم متجمعين مع بعض الحبايب. الفاتيك امين اروماتيك امين برايمري اداني دايزونيوم سولت، ده بالسكندري امين اداني ان نيتروزو ديريفاتيف، ان نيتروزو حسب الايه؟ نوع الامينز اللي موجود عندي. يعني معنى ذلك هل السكندري امين اداني دايزونيوم سولت؟ لا ماكو، لان لما خدنا الميكانيزم بتاع الدايزونيوم سولت وهنراجعه النهارده عشان منار طلبته، احنا ما رضيناش نرفض طلب لمنار، نعيده ماشي. يبقى ده لو انا عندي برايمري اروماتيك برايمري امين وسكندري اروماتيك امين، البرايمري امين دايزونيوم سولت، سكندري امين ان نيتروزو امين. يعني انا بقول لك ازاي تفرق بين الاثنين بالصوديوم نيترات والاتش سي ال او بالنيتراس اسيد، تقول لي ده هيديني دايزونيوم سولت اللي هو البرايمري اروماتيك امين، لان الالفاتيك امين برايمري سكندري اي حاجه بيكون ان ستيبل. السكندري امين تمام يتفاعل،
بس اديني، هل هيديني دايزونيوم سولت؟ لا. فانا بقول لك لو بفرق بين الاثنين بالدايزودايزيشن، يعني بفعله مع اتش ان او 2 ينفع؟ ينفع، لان ده هيديني دايزونيوم سولت، ده هيديني ان نيتروزو امين. انما ما ينفعش امتى؟ لو انا جايب لك برايمري اروماتيك امين وبرايمري اروماتيك امين تاني، لان الاثنين هيديني دايزونيوم سولت، يبقى ازاي افرق بينهم؟ يبقى الدايزودايزيشن يفرق لي ما بين البرايمري اروماتيك امين والسكندري اروماتيك امين والتيرشري اروماتيك امين. ماشي. الترشري بيديني الان او 2 اللي بيطلع عندي، اللي هو الالكتروفايل بتاع اللي انا بستخدمه حتى في عمليه الدايزودايزيشن في الميكانيزم. فعمليه في السكندري يخش لي على الان، يديني ان او ان نيتروزو، ولازم الان كابيتال زي ما قلنا. هنا يديني ايه؟ يديني البارا، بخش على حلقه البنزين بقى كانه الكتروفيليك اروماتيك سبستيوشن، دي اللي بارا نيتروزو كومباوند او بارا نيتروزو دريفاتيف من مين؟ من الترشري امين. الكلام اللي بشرحه ده يا شباب مفيش فيه مجال انك انت تسيب، لو انا اي نفس اي حاجه بقولها النفس اللي انا بقوله ده احفظه، تركز فيه قوي. طيب نيجي للدايزونيوم سولت. زي ما قلت اهوت، عندي دازونيوم سولت ده بيجي منين؟ اجيب برايمري اروماتيك امين افعله مع الصوديوم نيترايد والاتش سي ال اللي بقول عليه بيديني النيتراس اسيد. النيتراس اسيد، وقلت البرايمري او الاروماتيك دازونيوم سولت هايلي ستيبل عن الالفاتيك. الالفاتيك بتكسر ويديني مثلا الكول، يديني الكين، كلام من ده، انما ده هايلي ستيبل. النتيجه ايه؟ النتيجه للريزونانس اللي موجود فيه. والراجل ده بيشتغل الكتروفيل ولا نيكلوفايل؟ اشتغل از الكتروفايل. طيب زي ما قلت برايمري اروماتيك كومباوند امينز صوديوم نيترايت اتش سي ال درجه حراره قليله جدا، اداني الدايزونيوم ايه؟ ده التحضير بتاعه بتاع الدايزونيوم سولت. ده عايز اعجبه من البنزين عادي جدا، يبقى انا لازم احول البنزين الى انيلين. يبقى ايه الحل؟ يبقى اجيب البنزين اعمل له نيتريشن، اداني نيترو بنزين زي ما قلت قبل كده، النيترو جروب اعمل لها ريدكشن تتحول على طول ل ان اتش 2. وصلت البرايمري اروماتيك امين، خلاص كده وصلت، كان وصلت للدايزونيوم سولت. اعمل دايزودايزيشن اتش ان او 2 نيتراس اسيد او صوديوم نيترايت واتش سي ال من 0 ل 5 درجه مئويه. طيب البريباريشن محضره زي ما نقول الميكانيزم زي ما قلنا قبل كده. قلت عندي اهوت بعمل عملية اسمها كلمة تكوين الدايزونيوم سولت دي اسمها عملية دايازودايزيشن. ماشي؟ طبعا مفيش حاجة اسمها نيتراس اسيد بوتل تحتوي على نيتر اسيد زي ما شرحنا قبل كده. هو عبارة صوديوم نيترات واتش سي ال بيتكون انسيتو، يعني جوه التفاعل يديني الاتش ان او 2. يبقى انا عندي ده الصوديوم نيترات، ده الان او 2، ده جاي من الصوديوم نيترات في وجود مين؟ الاتش سي ال. الراجل ده لما يتفاعل مع الراجل ده هيديني اتش ان او 2، يبقى الاتش تروح تعمل لي بروتونيشن على الاولى في تشارج، يديني اتش او ان او، ده اسمه ايه؟ نيتراس اسيد، اتش او اتش ان او 2 اللي هو ده. طيب انا عندي في الميديا اسيديك ميديا اهو، يعني عندي بروتون، البروتون ده هيعمل ايه؟ هيروح يجيب لي البروتونيشن على الاو اتش، زي ما دام عرفنا يعمل بروتونيشن على الاو اتش تعرف ان هي هتخرج از ووتر، يبقى هيتبقى عندي ايه في الاخر؟ الويك الكتروفايل اللي هو الان او، الان دبل بوند او اللي بيقول عليه النيتروزونيوم ايون. يبقى الان عليها شحنه موجبه، الان عليها شحنه موجبه ده النيتروزونيوم ايون اللي احنا عاوزينه. نيتروزونيوم ايون اللي احنا ايه؟ اللي احنا عاوزينه. ده. ده احطه برضو من الميكانيزمات المهمه. يبقى احنا قلت ثلاثة نيتريشن سلفونيشن هالوجينيشن ريمارتيمن، وقلت لك اللي مش هيجي لك في الميكانيزم من دولت لما قلتوش في سؤال الميكانيزمات هتلاقيه في حاجة تانية، يعني مش هتخسر. الراجل ده كون تاني ويك الكتروفايل النيتروزونيوم ايون ده اللي ان عليها شحنة موجبة، هيتفاعل مع البرايمري اروماتيك امين، يبقى ده يبقى الان تعمل اتاك على الان اللي عليها شحنه موجبه، يبقى الان اللي عليها لون بير تعمل نيكلوفيليك اتاك على الان بتاعت النيتروزونيوم ايون، يديني الاستراكشر اللي قدام، ادي الاثنين هيدروجين والان او، والان بقى عليها شحنه موجبه ليه؟ لانها فقره اللون بير يا اخت منار، بقى عليها شحنه موجبه، ليه؟ بقى انها بقت رباعيه، واحد اثنين ثلاثه اربعه امونيوم سولت. كده اصبحت لا هي لا نيكلوفيليك ولا بيزك. طيب اي كلمه بقولها يا شباب بقولها هتلاقي سيادتك في الامتحان. سيادتك قاعد نايم براحتك خالص، مش اي مشكله، احنا مش عايزين نقف قدام رغباتك، عايز تقعد نايم تملى دماغك تملى ومالك، مفيش اي مشكله خالص.
بس في الامتحان لا تلومن إلا نفسك. ماشي؟ يبقى انا دلوقتي ان عايز اترجع اللون بيرز، ما احنا عارفين هترجعها من انت، طلع واحده من الهيدروجين ديت از بروتون، بقى عند ان اتش والان كده رجعت اللون بير تاني، وعند الان او زي ما قلنا الراجل دوت انا عندي ان اتش ان دبل بوند او. خدنا قبل كده حاجه اسمها شبيهه اسمها التوتوموريزم، لو ديت حصل لها اوفرلابنج ديت وجت هنا، مش انا عندي هنا ان دبل بوند او كانها سي دبل بوند او في التوتوموريزم العادي، اه يبقى ديت هتاخد الرابطه اللي بينها وبين الهيدروجين، يبقى الهيدروجين ده خرج از ايه يا منار؟ از بروتون. دلوقتي بقى عندي هنا ان لما حصل له اوفرلابنج الرابطه اللي بينها وبين ان والاتش وبقت بين الان والان، يبقى كده الان اللي هي ديت اللي ماسكه في الاوبئه حواليها كام؟ حواليها اربعه، لان ديت خلاص لما اوفرلابنج بقت كده، بقى الان ده حواليها اربعه، يبقى لازم الباي بوند ديت تبقى على مين؟ عمليه التوتوموريزم بالظبط على الاو، يبقى الاو كده اصبح عليها نيجاتيف تشارج، يبقى الاتش اللي خرج از بروتون ده مع الاو اللي عليها نيجاتيف تشارج تتحول الى او اتش. بيقول عليه بنزين ديازو هيدروكسيد. طيب البنزين ديازو هيدروكسيد انا عندي في الميديا في عندي بروتون اسيديك ميديا من الاتش سي ال اللي انا مستخدمه في الاول، هيروح يعمل ايه؟ يعمل لي بروتونيشن على الاو اتش، ما دام عمل بروتونيشن على الاو اتش اعرف سيادتك ان هي هتخرج لاز ايه؟ از ووتر، اهو في الاخر اهوت بقت الاو عليه بوست في تشارج، نتيجه ان هي فقدت 2 الكترون من اللون بير بقت او ماينس اتش 2 او خرجت از ووتر، ايه اتبقى اللي اتبقى عندي ده هو ده اللي انا عايزه، ده الديازونيوم سولت. ماشي؟ ان دبل بوند ان، مش الان ديت عليها لون بير من الالكترون، هيحصل لهم عمليه اوفرلابنج. ماشي؟ والشحنه الموجبه اللي كانت موجوده على الان الاولى لما خدت الرابطه اللي بينها وبين الان ديت، بقى الان ديت فقدت عليها شحنه موجبه، هتعوضها منين؟ الان اللي جنبها دي عليها لون بير، يحصل لهم اوفرلابنج زي ما هو مرسوم من تحت كده، وايه؟ ويديني التريبل بوند، والان اللي هي ماسكه في حلقه البنزين نتيجه ان اللون بير اللي عليها حصل لهم اوفرلابنج، بقى هي اللي عليها الشحنه الايه؟ الموجبه يا منار. الباقي ده كده بقول لك ليه هو مور ستيبل الاروماتيك ديازونيوم سولت، ده الاستابيليتي بتاعته، يعني دي كده كانها ماليش دعوه بالميكانيزم، دي كده كانها مش موجوده في الميكانيزم، انا بقول لك ليه هو مور ستيبل عشان بيحصل الان ديت اللي عليها شحنه موجبه بيحصل لها ستابيلايزيشن بالريزونانس، الباي بوند بتيجي من جوه حلقه البنزين وبتدي لها الكترونات. اهو مره في الارسو هنا بيحصل له اوفرلابنج، يعني مره هتبقى في البرق الكلام اللي هو العادي ده، يبقى الميكانيزم بتاع انتهى عند هذه النقطه. ماشي يا شباب، وكونت كده حلقه بنزين ان تريبل بوند ان، والان اللي في الوسط حوالي 4 بوند عشان كده عليها شحنه موجبه اللي هو الاستراكشر ده بالظبط. تمام، خدنا الرياكشن بتاعتهم ديت نعرفها، لان اي حاجه اجيبها لك اي حاجه اجيبها لك فيها امينو جروب، اي حاجه اجيب لك اي مركب في التحولات، في التحولات يا شباب في الكونفرشن، حاجه اسمها ترانسفورميشن، اقول لك من كذا حضر لي كذا وهرسمه لك. ماشي؟ هقول لك مثلا اي مركب حلقه بنزين وعلى ان اتش 2 وعلى مثلا في بوزيشن ثاني ميسايل مثلا، ده اسمه مثلا قول عليه ارستولويدين او مش ميسايل او ميسايل ايسايل بروبايل سي ال اي حاجه ثانيه، وعندك ان اتش 2 انت شايف الفرق في الحاجه اللي انا بقول لك حضر لي واحد منه حضر لي منه اثنين، الفرق ان الامينو جروب اتحضر اتحولت لحاجه ثانيه، يبقى سيادتك الامينو جروب دي هتحلها ايه؟ مباشره من غير تفكير، ديازونيوم سولت صوديوم نيترات و اتش سي ال، ديازو دايزيشن اللي احنا شارحينه من شويه اتحولت الى البنزين ديازونيوم سولت ان تريبل بوند ان، والان اللي ماسكه في حلقه البنزين عليها شحنه موجبه. سيادتك بقى عايز انا اقول لك ايه؟ كان الان اتش 2 ديت بقول لك حولها لي الاو اتش، يبقى تمشي بنفس المسار ده، يبقى اغلاها مع ميه في وجود اسيدك ميديا او كوبرس اوكسايد في وجود الكبر الثنائي، لو هي عايزه او اتش ده انا عايزها سي ال اعمل سند ميه كوبرس كلورايد، عايزها بي ار تبقى كوبرس بروميد، عايز الان اتش 2 ديت تتحول الى سيانو يبقى كوبرس سيانايد، عايزها ايودو يبقى سيادتك تحولها لتفاعل مع بوتاسيوم ايودايد، عن طريق مين التركه اللي في الوسط؟ نيتروس اسيد دايزودايزيشن، نيتروس اسيد في درجه حراره واطيه من 0 ل 5 درجه مئويه، حضرت دايزونيوم سولت خلاص كده خلص الموضوع، شوف اختار بقى انا اعطي لك ايه؟ بقول لك حول دي الاو اتش يبقى سيادتك ميه في وجود اسيدك ميديا، كوبرس اوكسايد مع الكبر زائد 2، عايزه سي ال يبقى كوبرس كلورايد، عايزه بي ار يبقى كوبرس بورماد، زي ما سيادتك عاوزها زي ما سيادتك عاوزها، عاوز سيادتك تطيرها لي خالص واقول لك طي يعني حضر لي مثلا من
القرص تلويدين حضر لي منه التلوين، يبقى معنى ذلك ان الان اتش 2 اتحولت الى اتش، يبقى سيادتك ايه الحل؟ يبقى اعمل دي امينيشن، افعله مع الهايبوفوسفورس اسيد في وجود مين؟ في وجود المي. يبقى انا كده الان اتش 2 اللي انا بادئ بقى هنا اتحولت لمين يا شباب؟ اتحولت للاتش، كان انا كده عملت عمليه اسمها ايه؟ دي امينيشن. طيرت الان اتش 2، استبدلت الان اتش 2 بهيدروجين. اللهم بلغت اللهم فاشهد. اهو القرص تولويدين ده مثلا، اهو ده اللي انا كنت بقول عليه من شويه، بقول الراجل ده حوله مثلا، ده هو سي اتش 3 ان اتش 2 اتحول لسي اتش 3 سي ال، والكونفرشن ديت او الترانسفورميشن ديت هجيبها لك مرسومه، اقول لك مثلا حول لي ده لده، ده لده اي حاجه يعني، فانت سيادتك هتلاقي دي ثابته، يبقى انا حولت من حولت كان بقول لك حولت انيلين الى مثلا لكلوروبنزين، يبقى ازاي؟ يبقى اي حاجه فيها ان اتش 2 وعايز احولها يبقى على طول ديازونيوم سولت، يبقى الراجل ما تنساش ليا صوديوم نيترات واتش سي ال والكونديشن، تديني ديازونيوم سولت من غير ما تحط لي كونديشن مين تتفاعل مع مين ده كده، انت تبقى انت بتتكلم كلام غلط، ما هو مش معقوله ده هيتحول ده من نفسه. ماشي؟ طيب وحسب بقى الايه الحاجه اللي احنا عاوزينها. طيب كل ده بقى ايه؟ نفس الكلام اللي احنا شارحينه في المعادلات اللي فوق دي كلها. الكونفرشن اللي هنا دي كلها برضو الناس تفكر فيها كويس، كلها حاجات سهلة وبسيطة، ما فيش فيها اي مشكلة، ما فيش فيها اي مشكلة يا شباب. نيجي بعد كده للكربونيل كومباوند. كربونيل كومباوند زي ما قلت كده، انا حد المحاضره اللي هي الاولانيه ديت واخد بريك كده 5 دقايق عشان تقدروا تاخدوا نفسكم، وبرده نفس ايه ونكمل بقيه الكربونيل كومباوند ان شاء الله. انا قلت عندي سواء الدهيد او كيتون، يبقى لو متصل سي دبل بوند من اليمين والشمال بكربون يبقى اسمه كيتون، واحده منهم اتليست اتش يبقى ده اسمه الدهيد. التحضيرات دي كلها مهمة 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 في الام سي كيو، ماشي يا شباب، او في الكومبليت بتاعت الكربونيل كومباوند سواء كانت الدهيد او كيتون والكونديشن والكلام ده كله. طبعا ده شارحينه قبل كده، مفيش اي مشكلة خالص. المحاضرة ديت اللي الناس بتسأل لي دي معناها ان الناس ما بتحضرش، ده ما شرحتهاش انا قصدي لكم هبقى اشرحها، اللي هي الطريقه ديت الكيومين هيدرو بروكسيد ميثود. ناس كتير بتبعت تسالني ايه معناها ان الناس مش متابعه وما كانتش بتحضر، وده حاجه بصراحه بتزعل يعني. انا بس المراجعه دي عاملها عشان خاطر انتوا اول مره تمتحنوا امتحان حضوري، فماليش عايزكم تطلعوا يعني شكلكم الظريف او مبوزين او بتاع مش عارف ايه، وفي نفس الوقت المجهود اللي احنا بندعي ان احنا من شهر 12 قاعدين نشرح فيه ما يروحش هباء منصورا. طيب انا عندي زي ما قلت كده الكربونيل كومباوند ديت سي دبل بوند او، الهايبريدايزيشن بتاعها اس بي 2، هايبريدايزيشن ايه يا شباب؟ اس بي 2، والبوند انجل كام؟ 120، المركب بيكون بلانر والكلام ده كله. اتكلمنا بعد كده على قلت عندي ديت الرينج ديت بتكون السي دبل بوند او بتكون بولر وتكون اس بي 2، واحدة باي بوند وواحدة سيجما بوند قوية، التفاعلات كلها بتتم على الباي بوند ماشي، والهايبريدايزيشن بتاع الكربون بتاع الكربونيل جروب بيكون عبارة عن اس بي 2. والناس زي ما قلت الحاجات البريباريشن ديت الناس تعرف الطرق ديت كويس والكونديشن بتاعها عشان خاطر الام سي كيو. طيب هنكمل بالمرة برضو عشان يعني ربنا يكرم ونخلص الكربونيل كومباوند الثانية، المحاضرة الثانية.
ده الحاجات اللي انا ما قلتهاش يا شباب مش معناه ان هي مش هتيجي في الامتحان، في حاجات هتيجي في الامتحان، بس انا عاده لان ما فيش وقت ان انا اراجع كل حاجه او يعني في حاجات كتيره اكيد الناس اللي مذاكره من اول السنه والناس اللي بتجتهد وشاطره، واهم حاجه شيء طبيعي مش موضوع كمان انك انت تجيب درجه كويسه في الامتحان، انت جواك انت دي ماده بيزك هنيجي تاخد الترم الجاي هتلاقي بيعتمد على اللي احنا قلناه، هتيجي تاخد في الميديسنال كيمستري بيعتمد على اللي احنا قلناه، سيبك هتاخد بايو هتاخد فايتو كيمستري هتاخد اي حاجه زي ما قلت قبل كده بيعتمد على الكلام اللي احنا قلناه في الاورجانيك، مش عشان انا اللي بشرحه، لو اي حد بيشرح هيقول لك نفس الكلام كده، فانت سيادتك لازم تكون الماده هاضمها كويس وفاهمها كويس ماشي، عشان تبقى الامور كلها ايه، تكون الامور كلها سهله بالنسبه لك، مش بتقول على سهله دي زلطه تبقى كله زلطه معاك ان شاء الله. طيب اتكلمنا على الرياكتيفيتي بالنسبه للكربونايل كومباوند، ودي مهمه هتيجي في الام سي كيو. العاملين اللي بيأثروا في الموضوع ده اهم شيء عندي ايه؟ عمليه اللي هو الالكايل جروب اللي ماسكه الار اللي ماسكه فيه سي دبل بوند او. السي ديت متصله باثنين الكايل جروب، لا الافضل اللي متصله باثنين هيدروجين زي الفورمالدهايد، طب متصله بواحده الكايل وواحده اتش يبقى افضل من اللي متصله باثنين، يبقى كل الالكايل جروب دي كبيره يبقى الرياكتيفيتي هتقل. زي ما قلت لك واحد ماشي في طريق، واحد نيوكلوفايل عايز يوصل للكربون بتاعت الكربونيل جروب، كل ما كانت الكربون ديت متصله بعدد ذرات صغيره الحجم بتاعها صغير كل ما الرياكتيفيتي بتاعتها تكون ايه؟ تكون عاليه، الطريق فاضي، الطريق فاضي واسع هتمشي براحتها. انما لو الكايل جروب كبيره يبقى فيه ايه؟ فيه صعوبه. يبقى انا لما اجيب لك تقارنوا الاثنين مع بعض، يعني انا مثلا اللي احنا خدناه في النهايه ديت قلت لك ده مثلا، يعني هنا الفورمال دايت افضل من ده ليه؟ لان الفورمال دايت دول اثنين هيدروجين، ديت واحده ار. الار ديت الاستريك افكت بتاعها بالقي كبيره عن الاتش لما اقارن الاثنين ببعض، علاوه عن الار لها بوستف اندكتف افكت، بوستف اندكتف يعني بتدي الكترونات للكربون، لا انا مش عايز الكربون تاخد الكترونات خالص، انا عايز الكربون تكون هايلي الكتروفيلك يعني يتسحب منها الالكترون، يبقى ما دام هايلي الكتروفيلك يبقى هتتفاعل مع النيوكلوفايل، لان التفاعلات اللي هتتم على الكربونايل جروب بقول عليها نيوكلوفيلك اديشن رياكشن، نيوكلوفايل راح يعمل اتاك عليها، يبقى النيوكلوفايل اللي معاه الكترون ده يتفاعل بسرعه امتى؟ كل ما كان الكربون عليها شحنه موجبه اكتر. الشحنه الموجبه الاكتر ده هتيجي منين؟ ان الار ديت تكون بتسحب منها الالكترونات. او العامل الثاني اللي يسهل لي المهمه بتاعت النيوكلوفايل اللي هيعمل اتاك على الكربون ديت ان اللي حوالين الكربون بتاعت الكربونيل جروب المجموعات اللي حواليها تكون صغيره. ما تكونش سمينه، ما تكونش الدنيا زحمه بحيث الراجل ده يعمل اتاك على طول. زي الواحد اللي ماشي في شارع، لو الطريق فاضي يوصل للبيت في دقيقتين ثلاثة، الدنيا زحمة والعربيات كتيرة وفي تكدس، الدقيقتين يبقوا يعني ممكن يبقوا يوصلوا لساعتين. ماشي؟ يبقى كل ما كانت المجموعات صغيرة والكترون ويز دروينج جروب يبقى كل ما كانت الإيه؟ كل ما كانت الرياكتيفيتي بتكون أعلى بالنسبة للإلكتروفيليك أروماتيك سبستيوشن، والنقطة ديت هيجي لك منها نقطتين في الإم سي كيو. هنا الإي آر والإتش كده بقى عندي ده كان هنا عندي هنا كيتون 2 ار، لا 2 ار لو بقارنها بديت لا يبقى ده افضل. افضل ليه؟ يبقى الار هنا افضل ليه؟ لان الاروماتيك جروب كبيره ماشي وبتدي الكترونات للسي او للكربون، انما دي بتدي بالماينس ميزوميريك، ده بتدي ايه؟ ديت فقط لها ويك بوستيف اندكتيف افكت، يبقى دي بالك كمان ماشي. واللي هجيبه لك في الامتحان هيبقى الفاكتور اللي بيأثر في الناس اللي عندك ديت عمليه الايه؟ عمليه الاستريك هندرنس او الايه؟ او الايه؟ عمليه ان هو بلقي ولا مش بلقي، كبير ولا صغير، كل ما كانت الجروب اللي عندك اللي فيها الكومبارزون هيتم عليها كل ما كانت صغيره يبقى ده هو اللي هايلي رياكتيف، هايلي رياكتيف. قلت لسيادتك النقطه دي الوحيده في الام سي كيو هيجي فيها نقطتين على الاقل. بعد كده النيوكلوفيليك اروماتيك سبستيوشن، ده النيوكلوفيل زي ما قلت يعمل اتاك على السي، الباي بوند تطلع على الاو تبقى الكوكسايد، اعمل عليها بروتوناشن تتحول الى الكو. ودي انواع النيوكلوفايل اللي احنا قلناها وعملنا بها كل الرياكشن، وطبعا هيجي لك منها، وخدت عندك اسئله كتيره في الام في الكويزات والميد تيرم والكلام ده، تراجعها كويس، تراجعها كويس. هيدرايد وولفكيشنر ده اللي احنا خدناه في الميكانيزمات ماشي، سي دبل بوند او بفعلها مع برايمري نيتروجينس كومباوند سواء كان برايمري امين زي في عمليه تكوين الامين او شيفز بيز ماشي، ار ان اتش 2 هي زي ما اقول لك الهيدرازين، هي واحده بتتفاعل والثانيه ثابته مش فارقه عندي بحاجه خالص. السي دبل بوند او كليمنسون او ولف كيشنر برام عندك هنا حاطط لك على السهم هنا ريديوسنج ايجنت، ريديوسنج ايجنت
وهنا الكايل بنزين الناحيه ديت الكايل او اي الكايل جروب على حلقه بنزين او غير حلقه البنزين، تعرف ان هي جايه من كيتون، تعرف ان هي سيادتك جايه منين؟ جايه من كيتون. اللي عايز ينام ينام براحته براحته، يجي في الامتحان لا يلومن الا نفسه. دي التفاعلات اللي احنا قلناها كلها في الموضوع النيكلوفيليك اديشن ده. قلت في الالكول بيديني الهيمي اسيتال او الهيمي كيتال. هيمي اسيتال لو جايب الدهايد بفعله مع مول واحد من الالكول، هيمي كيتال بجيب كيتون بفعله مع مول واحد من الالكول. قلت لك اتنين من الالكول يعني مره اداني الهيمي وبعد كده افعله مع مول تاني يديني الاسيتال اللي هو ده كان ده النص، ده واحد ده نص ان هو يتفاعل مع واحد فقط. لو اتفاعل مع اتنين الكول ادا ار او اتش وار او اتش، يعني قلت لك اتنين مول، يبقى معنى ذلك ما يديش ليا الهيمي خالص، يديني لو هو الدهايد يديني الاسيتال، لو هو كيتون يديني الكيتال. يديني مين يا شباب؟ الكيتال. وجبناها في الامتحان بتاع في الكويزات والكلام من ده. كل ديت الطريقه دي السيانو هيدرين والكلام ده كله هو نفس الميكانيزم واحد والطريقه واحده. بعد كده البرايمري نيتروجينس كومباوند نفس الكلام دول كلهم ماشي. واتكلمنا على شيفز بيز ماشي يا شباب اللي هي مين؟ اللي هي الامين. يبقى احنا الوقت في الميكانيزمات قلت في عندي التلاته بتوع النيتريشن والسلفونيشن والهالوجينيشن، هوفمان ديجراديشن اخونا اللي هو ريمر تيمان رياكشن، وبعد كده عندي ده اللي هو شيفز بيز او الامين فورميشن، ده مهم جدا. وبعده الانامين برضه، الامين ده او الانامين هيجي منهم واحد في الميكانيزمز اهو. الامين ده او الانامين اللي هيجي بعد كده هيجي واحد. اقول لك مثلا ده واجيب لك مثلا اقول لك ادالنا ما اتفاعل مع ده، يبقى سيادتك هتقول لي اداني ده، ده مش هقول لك قول لي الميكانيزم ايه، سواء هو الامين او الانامين هجيب لك واحد منهم. وده طبعا احنا خدناه في ولف كيشنر ريدكشن اهو، برايمري نيتروجينس كومباوند ان اتش 2. ولف كيشنر كان ديت ان اتش 2، ان اتش 2 ما فرقتش. الانامين ما نقوله بعد كده برضو نفس الكلام ده ما فرقتش، واحد من دولت هيجي لك في الامتحان. ماشي؟ يبقى ده اقول لك ده اتفاعل مع ده، يبقى هتكتب لي سيادتك ده. بعد كده اللي على السهم ده تاخد بالك منه خالص. ادت لك ايه مثلا؟ وعليها شحنه سالبه، يبقى سيادتك تكمل تحط الاتش ديت. حطيت لك الاتش يبقى بالاسهم تشتغل. انا مش عايزك تكتب لي حاجه في الامتحان، بالاسهم الميكانيزمات تشتغل بالاسهم بس. ماشي؟ يبقى ديت هتتحول لالكو، هتبقى الالكول بعد ما بقت نيكلوفيليك اديشن عادي خلاص اللي احنا عارفينه، بقت او عليها شحنه سالبه اتحولت لاو اتش. الراجل ده لان لما عملت التاج بقت لان عليها شحنه موجبه، ميكانيزم سهل واحنا عارفينه. عليها شحنه موجبه، هتعوضها منين؟ هتيجي البيز ديت اللي هي الاي ماينس اللي خرجت الاي بقت اي ماينس، تاخد الاتش اللي عندي عشان الان ترجع اللون بير من اللي عليها. الكلام ده شرحناه في محاضره كامله. اداني الكربينول امين ده. ماشي؟ الكربينول امين ده. ماشي؟ بعد كده ايه؟ انا عايز ايه؟ عايزه يتحول الى الامين، يبقى بعد يبقى معنى ذلك الاو اتش ديت عشان اخرجها يبقى اخرجها على هيئه ايه؟ على هيئه ووت، يبقى لازم موجود عندي ايه؟ اتش ايه؟ يبقى انا طلعت ميه، اداني ده. بعد كده الان عليها شحنه موجبه، هتعوضها منين؟ ترجع تاخد الباي بوند اللي بينها، السيجما بوند قصدي اللي بينها وبين الهيدروجين، ترجع لي مين؟ تديني مين؟ تديني الامين. يبقى سواء الامين ده او الانامين ده يا شباب اجيب لك الاول الاثنين رياكتنت، وبعد كده اجيب لك انترميديت في الوسط مثلا زي ده، وبعد كده احط لك على السهم حاجه بحيث يبقى الدنيا سيادتك مجرد انك انت تكتبه بايدك، تكتبه بايدك مش تقراه او تبص له، تكتبه بايدك مره هجيبه لك في الامتحان، هتفتكر كل حاجه وهتبقى الدنيا سهله. وانا بقول لك، انا بقول لك دلوقتي الميكانيزمات ثلاثه، واحد منهم يا ايمين يا اما انامين، اكتر من كده ايه؟ طيب وواحد هيجي من اخواننا بتوع الايه؟ بتوع الالكتروفيليك سبستيوشن او ريمر تيمان رياكشن او هوفمان، دول هيجي منهم واحد. واكون اكثر توضيحا، واحد من الالكتروفيليك اروماتيك سبستيوشن من الثلاثه هيجي في الامتحان، يا اما نيتريشن يا اما سلفونيشن يا اما هالوجينيشن، وادا واحد من الاثنين دولت. يبقى كده خمس ميكانيزمات هيجي منهم اثنين، واحد يا اما ايمين يا اما انامين. هوفمان ديجراديشن مع ريمر تيمان مع حاجات هنقولها في الكربونايل هيجي منهم واحد، ده الثالث، لان هيجي لك ثلاث ميكانيزمات.
وهتكون الدنيا سهله وبسيطه ان شاء الله. بس الناس تقول كلمه بقولها الناس تركز فيها كويس قوي قوي قوي. بعد اللاني المحاضره المراجعه ده ما حدش يجي يستفسر على حاجه ازعل منه كده، تيجي تستفسر عن حاجه في اللي انا بقوله ده، ده يا دكتور يعني دي جايه ولا مش جايه، يبقى انت كده دي اسئله بتنرفزني بصراحه. بعد كده اخر حاجه عندنا اللي هم بتوع الالفا اسيد الكربونيل كومباوند، ودول مهمين جدا في الام سي كيو برضه، وهتجي بقى يعني هيجي منه في الترو فولس والكلام ده كله. انا قلت التفاعلات دي كلها هي عباره عن ايه؟ عندي كربونيل كومباوند اللي هي الاسبستيشن رياكشن او الالفا اسيدك. اول كربون بعد، ناس تركز معايا، ناس تركز معايا، الجزء ده هيجي منه في الامتحان كتير. الكربون اللي بعد السي دبل بوند سواء يمين او شمال دي بقول عليها الفا كربون. التفاعلات ده عشان تتم يبقى لازم يكون عليها اتليست 1 هيدروجين زي الراجل ده كده. الكلام ده الهيدروجين ده بقول له اسيدك كاركتر اللي هو موجود على الالفا كاربون، له اسيدك كاركتر يعني سهل ان هو يخرج از بروتون، بس يخرج امتى؟ في وجود الفيري سترونج بيز، يبقى لازم يكون المركب عليه كربونايل. ده خرج از بروتون ليه؟ لان السي دبل بوند او مجموعه ساحبه للالكترونات، الالدهايد والكيتون الكترون وزرونج جروب لما خدنا فيه الاروماتيك سبستيوشن رياكشن، الكتروفيليك اروماتيك سبستيوشن دي اكتيفيتنج ميتا دايركتنج ليه؟ لانها ساحبه للالكترونات اروماتيك الدهايد او كيتو، يبقى دي الالفا كربون اتش ده سهل ان هو يخرج از بروتون. يبقى دي كده يبقى التفاعلات دي اللي هتتم ديت، سواء بقى اللي هي يحصل سبستيوشن بالكتروفايل تديني الدول رياكشن، كل الكلام ده كله بيتم عن طريق ايه؟ لازم يكون عندي فيري سترونج بيز الفا كربون عليها الفا هيدروجين، يبقى دي كده اللي بيخرج عندي، ده اسمه ايه؟ الدول كوندنسيشن. ده لو سيادتك قلت لك الفورمالدهايد يديني الدول كوندنسيشن هيديني ازاي؟ الفورمالدهايد اتش سي دبل بوند او اتش لعند الفا كربون، وبالتالي ما فيش عليه الفا هيدروجين، يبقى ما يديش ليا الدول كوندنسيشن. ده بالناس اللي هي الدهايد او كيتون وما بتديش الدول كوندنسيشن مع الصوديوم هيدروكسيد، خصوصا سبيسيفيكلي الصوديوم هيدروكسيد او البوتاسيوم هيدروكسيد. لو هم اللي ما بدوش ليا الدول دول هل يدوا حاجه ثانيه؟ الناس اللي كانت حاضره اخر محاضره اللي هو كانيزارو رياكشن، يديني حاجه اسمها كانيزارو رياكشن. كانيزارو رياكشن ده مخصوص لمين؟ للناس اللي هم ما ينفعش معاهم الدول. احط عليهم صوديوم هيدروكسيد ما بدوش الدول، ما فيش حاجه اسمها نو رياكشن، لا بيديني كانيزارو، بيديني كانيزارو. يعني اقول لك اسيتال دهايد زي اللي موجود قدامي ده سي اتش 3 سي دبل بوند او اتش، وعندي فورمال دهايد، ازاي نفرق بين الاثنين؟ باستخدام الصوديوم هيدروكسيد. ما تقولش ليا الاسيتال دهايد يديني الدول كوندنسيشن، يديني الدول ماشي، والتاني الفورمال دهايد ما بيتفاعلش، لا مع الصوديوم هيدروكسيد يديني كانيزارو رياكشن. جزء منه بيبقى استخدم 2 مول، واحد يتحول الى الكول واحد يتحول الى اسيد. لما شرحنا هناك لما كان في حاضر بس 5 6 اخر يوم في المحاضرات ماشي، والناس كلها ما شاء الله ما شاء الله، يعني كل اللي حاضر 5 6 يعني دي لوحدها كفيله ان انا اجيب لكم امتحان يجعلوا الحيران. بس يلا مش مشكله مش مشكله، احنا داخلين على شهر رمضان وايام مفترجه، مش مشكله. فالاو اتش هنا صوديوم هيدروكسيد في الحاجات اللي هي لا تحتوي على الفا كربون او فيها الفا كربون ولكن ليس عليها الفا هيدروجين، يبقى دي بتديني كانيزارو رياكشن، كانيزارو رياكشن، وده الدول كوندنسيشن زي ما احنا عارفين. واحد هيشتغل لما يطلع لي الهيدروجين از بروتون هيبقى ديت عليها شحنه سالبه، وده قلت ده لازم يحصل له ستابلايزيشن بالريزونانس، يديني الانوليت ريزونانس ستابلايزد انوليت ماشي. بعد كده الخطوه الثانيه نيكلوفيليك اديشن، مش ده نيكلوفيل كونته، يجي الراجل ده يتفاعل لي مع جزء ثاني من الالدهايد او الكيتون او الاروماتيك كومباوند، ما تفرقش بقى سواء يحتوي على الفا كربون لا يحتوي على الفا كربون. الثاني ده بيشتغل از الكتروفايل، يعني الثاني ده انا عايز منه ايه فقط؟ عايز من الراجل اللي قدام اللي عليه السهم ده عايز منه السي دبل بوند او، عايز منه السي دبل بوند او، يبقى ده بيشتغل از الكتروفايل، يبقى ده نيكلوفايل. كان زي ما قلت في النيكلوفيليك اديشن بالظبط اهو، نيكلوفيليك اتاك. انا الراجل ده يعنيني منه ايه؟ يعنيني ان هو يحتوي على سي دبل بوند او بس، بيحتوي على اثنين هيدروجين على مجموعه كبيره مجموعه صغيره فيها الفا كربون، ما فيش الفا كربون لا يعنيني باي شيء، انا عندي نيكلوفايل يبقى عايز الكتروفايل بس. الاثنين بيتحدوا مع بعض وفي الاخر بيفقد ميه ويديني مين يا شباب؟ يديني اللي هو المين ده كده اسمه الدول رياكشن. لو عملت عمليه تسخين
ماشي للراجل ده، الاتش ديت بتخرج من عندي ماشي مع الاو اتش، يبقى كاني بالظبط زي ما خدنا في سنه اولى بحضر الالكين، بعمل عمليه دي هيدريشن للالكول، والاتش ديت خرجت ليه؟ ازبروتون، لانها جنب سي دبل بوند او مجموعه ساحبه للالكترونات، هتسهل لي خروج الاتش ازبروتون، لان دي بالظبط تعتبر الفا كربون عليها الفا هيدروجين، يبقى الاتش هتخرج ازبروتون مع الاو اتش، اكون هنا دبل ايه؟ دبل بوند، يبقى اديني سي اتش 3 سي اتش دبل بوند سي اتش، واحده من دي خرجت هيدروجين ديت سي دبل بوند او اتش، ده بقول عليه 2 بيوتينال، بيوتينال 2 يعني البوزيشن رقم 2، بيوت يعني عندي 4 كربون، وإين يعني في عندي سي دبل بوند سي، و2 ان الدبل بوند او الالكين موجود على الكربون رقم 2، دي طبعا بتاخد لها البريورتي ورقم 1، يبقى ديت رقم كام؟ رقم 2. حتى لو قلتها في الاول الصوديوم هيدروكسيد او الفيري سترونج بيز بتفعلي مع مين؟ بيحتوي على الفا كربون وعليه الفا هيدروجين، يبقى يديني الدول. ما معهوش الفا كربون او معاه الفا كربون ولكنه لا يحتوي على الفا هيدروجين، سيادتك ترجع لاخر اخر سلايد في المحاضره الاخيره او قبل الاخيره اللي هو مين؟ كان زارو رياكشن. كل ده الحاجات دي كلها بقى سيادتك تقراها كويس ومهمه، كل ده مهم، ضيق صيد ملونيه، الناس دي كلها، الناس دي كلها مهمه، وتفهم لي اللي جوه التفاعل. طبعا في نقطه هتيجي في الامتحان انا مش متذكر ايه كله، مش معقول هقول لك كل اللي جاي في الامتحان، يبقى الناس اللي ذاكرت زي اللي ما ذاكرتش. طيب المحاضره الاخيره، ذاكر بعصابه يعني، انتوا في الميد تيرم جايبين درجات ممتازه، اللي واحد فيكم عايز له 10 درجات بكتير وينجح، يعني الدنيا سهله وبسيطه جدا. كليزن شيمت والحاجات دي كلها الناس اقراها كويس، كليزن استر كوندنسيشن ده مهم جدا ماشي، الناس تذاكر الحاجات دي كويس، الاسايل اسيتو اسيتيت ماشي ماشي، كل ده التحضير ده مهم ماشي. وقلت الراجل الاسايل اسيتو اسيتيت ده اللي هو الهايلي اسيدك كاركتر بتاعته، نتيجه بيعمل عمليه الريزونانس، كل الكلام ده كله شرحناه، والبيتا داي كربونايل كومباوند شرحنا الكلام ده في المحاضره الاخيره بالتفصيل اللي ما كانش حد حاضر فيها. بعد كده عندي جينا بعد كده اتكلمنا على كانيزارو رياكشن، كانيزارو رياكشن زي ما قلت ده برضو من الميكانيزمات، ضيفها لهوفمان ديجراديشن وضيفها للريمر تيمان رياكشن، ضيف معاهم مين؟ كانيزارو رياكشن ده من الحاجات برضو. يبقى كده يبقى ان في واحد هيجي عندي من الثلاثه نيتريشن سلفونيشن كلور هالوجينيشن، واحد هيجي من الامين او الانامين، الامين او الانامين، يبقى كده اثنين، واحد هيجي من هوفمان او ريمارتيمن او كانيزار ورياكشن، واللي مش هيجي هتلاقيه في اسئله ثانيه، يعني سيادتك مفيش حاجه هتخسرها ان شاء الله، كله هيستفيد منه في الامتحان ان شاء الله. قلت الراجل ده نيوكلوفايل يعمل اتاك، هنا نيوكلوفيلك قديش؟ انا عادي صوديوم هيدروكسيد، بعدين الانترميديت ده دم الاو هترجع اللون بير تاني ماشي يا شباب، ترجع انا اكون دبل بوند تاني، يبقى لازم الاتش دي هتخرج از هيدرايد، يبقى ده سي كان هيدرايد بيعمل اتاك على بنزل دهايد، يبقى هديني بنزيل الكول زائد مين يا شباب؟ زائد البنزوك ايه؟ زائد البنزوك اسيد. يبقى الراجل ده لما رجعت هنا الدبل بوند، لما الدبل بوند ديت رجعت وديت خرجت الاتش خرجت وخد البوند ديت، يعني الاتش دي عليها شحنه سالبه هيدرايد، كاني بعمل لده عملت لده ريدكشن الهيدرايد، كانه ليثيوم الومنيوم هيدرايد، لما اعمل ريدكشن للبنزل ده يديني ايه؟ يديني بنزيل الكول، دي تعمل اتاك هنا، يبقى ديت تطلع او عليها نيجاتيف تشارج مع اي اتش من الميديا من الووتر او اي حاجه تتحول الى ايه؟ تتحول الى او اتش، يبقى تديني مين؟ سي اتش 2 اهو، ادي اتش هنا واتش اللي جه من الهيدرايد بقت سي اتش 2، وديت خدت الباي بوند الاو بقت الكوكسايد، من اي اتش هتاخده من الميديا اللي عندي تحول الى بنزيل الكول، والجزء ده اتحول لي لايه؟ اتحول لي الى بنزويك اسيد، يبقى البنزويك اسيد هو اللي بيتكون الاول اهو، دي لما حصلت اوفرلابنج هنا والاتش خرجت از هيدرايد، يبقى الراجل اللي اتبقى عندي ده عباره عن ايه دلوقتي؟ سي دبل بوند او او اتش، عباره عن ايه؟ عباره عن بنزويك اسيد، عباره عن بنزويك اسيد. وبالنسبه للميكانيزمات انا هجيب لك، مش هغير لك الميسايل ميسايل والايسايل ايسايل، حلقه البنزين حلقه بنزين، مش هغير لك حاجه،
وفي الغالب برضو في الترانسفورميشن او الكونفرشن من كذا لكذا برضو زي ما جاي لك في الملازم بالظبط. يبقى الناس تراجع الميكانيزمات اللي احنا قلنا عليها شبه مهمه. احنا دلوقتي ثلاثه جايب لك دلوقتي ما زدناش عن 10 ميكانيزمس مع برضو بتاع مين؟ مع بتاع دايزونيوم سولت اللي هو الدايزودايزيشن ده برضو معاهم من الحاجات المهمه الناس تفتكر. يعني دلوقتي ما جبناش 10 ميكانيزم، الثلاثه منهم شبه بعض، هيجي منهم ثلاثه في الامتحان، يعني ما فيش ابسط من كده. اخر حاجه عندي الهالو فورم رياكشن، وقلت اهم حاجه فيه، اهم حاجه فيه ان انا عندي في الهالو فورم ده علشان التفاعل ده يتم، التفاعل ده يتم بيتم على مين؟ على المركبات. المركب علشان يتم عليه الهالو فورم رياكشن زي الايودو فورم، من اللي يدي الايودو فورم تيست؟ يديني بص في تشارج، يديني بص في تيست، او يديني يلو بي بي تي، يعني بيديني الايودو فورم او الهالو فورم جنرال الهالو فورم رياكشن، ان يكون عندي قبل ما ده يحصل لهم عمليه سبستيتيوشن بالبي ار ديت. ماشي يا شباب؟ ده عندي مثلا ده، يبقى لازم يكون عندي سي دبل بوند او سي اتش 3. الجزئيه ديت لازم تكون في المركب علشان يديني الايودو فورم. سي دبل بوند او سي اتش 3 شرطه كده، ومش مكتوب مثال، دي معناها كده شرطه كده لما ارسمها لك في الامتحان معناها مثال. طب دي كده بقت ايه؟ ده لو دي كده مثلا 1 2 3 يبقى دي معناها كده ان هي بروبايل، 3 كربون يعني بروبايل. شرطه بس كده طالع من دي شرطه او ميسايل جروب، يبقى دي معناها ان هي ميسايل. فالايودو فورم او الهالو فورم عشان يتم سي دبل بوند او سي اتش 3، سي دبل بوند او سي اتش 3، لا ينفع سي اتش 2 سي اتش 3، لازم سي دبل بوند او ميسايل، يعني اسيتايل جروب سي دبل بوند او سي اتش 3. لو جاب لك مركبات وبقول لك مين فيهم اللي يدي الايودو فورم تيست بوزيتيف، لان الميكانيزم ده هيمشي، هيديني الميكانيزم ده، والميكانيزم ده مهم. ضيفهم للميكانيزمات بتاعت الايودو فورم، بتاعت الايودو فورم يا شباب. ماشي؟ ايودو فورم مع الميكانيزمات، يبقى واحد من دولت ماشي هيجي لك في الامتحان. يبقى الايودو فورم يتم على انهي مركبات؟ انهي كربونيل كومباوند؟ كربونيل كومباوند اللي بتحتوي على الموت ديت سي دبل بوند او سي اتش 3، سي دبل بوند او سي اتش 3. اللهم بلغت اللهم فاشهد، اللهم بلغت اللهم فاشهد. ليه؟ لان انا عندي الثلاثه بي ار دولت في الاول كان اصلهم سي اتش، كان اصلهم سي اتش 3، عملت عمليه سبستيوشن بالبرومين مش الايودو فورم، بستخدم ايودين في وجود مين؟ في وجود الفيرسترونج بيس صوديوم هيدروكسيد. عملت لي ايه؟ الايودين او برومو فورم او كلورو فورم، مش هتفرق بقى برومين من ايودين، الناس اللي كانت حاضره المحاضره. يبقى ديت اي 3 اي، يبقى ال 3 اي دول يجوا ازاي؟ لازم ديت كانت عباره عن سي او سي اتش 3، يعني عندي الفا كربون تحتوي على 3 هيدروجين عشان يتم عليها الايودو فورم رياكشن. جالك ميسايل يعني سي اتش 2 سي اتش 3، يبقى الالفا كربون على 2 هيدروجين فقط، ما تديش ليا ايودو فورم. لازم عشان تديني الايودو فورم ايه؟ لابد ان هي تحتوي على 3 هيدروجين، يعني معنى ذلك ان هي تكون على هيئه ميسايل جروب. والميكانيزمات ديت ان شرح الميكانيزم بالتفصيل في المحاضره. كل اللي انا قلته ده يا شباب الناس تحطه في دماغها كده، يعني زي يعني لا ينفك عنها خالص، يبقى كوفيلنت بوند محطوط في دماغك، كوفيلنت مود، الحاجات اللي احنا قلناها في المقرر كل ده كلها عشان تخش في الامتحان ان شاء الله تبقى الدنيا سهله وبسيطه. اضعف الايمان الناس تنجح مرتاحه خالص وتبقى الدنيا سهله وبسيطه. وانا ديت بالذات المراجعه جايبها للناس اللي هي يعني ما ذاكرتش طول الترم كويس، او الناس ذاكرت برضو وعايزه تاكد المعلومات وتبقى مساعده لكم. وان شاء الله زي ما قلت اي كلمه قلتها فهي مهمه مهمه مهمه، واذا وراجعها مره واثنين وثلاثه، والفيديوهات كلها عندكم تراجعها كويس. ماشي؟ وان شاء الله نشوفكم يوم الاثنين وتخرجوا من الامتحان وتكون الدنيا معاكم تمام ومبسوطين، وبالتوفيق يا رب دايما ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.